المرتنة كل رقاج يهدف لهم. إذا لازم علينا نعرف طريقة اللي يعدل بها المرتنة شنهي من دون السفينة ومن دون رجل الأعمال. السيد تقليدي هو أهم الخالق، هو اللي الأولوية كاملة يا تعطال. مرتنة السيد التقليدي لابدها اللي هي من سفن. أنت مشيت عنك لجانب وفعلا جيد، يا غير لجانب مشاوب سفنهم. أيوة يتكون واحدين هنا يتياو يمرقوا أبا يعودوا في قطاعات خرين، تعود دولة صرفت عليهم فضلتها وهو ما زوش، هم اللي يعودوا هي شنو؟ السفن ما يخالق، السفن اللي تعدل الحوت القشبة واللي تعدل البلاشيك ما هي عندنا. أهلا بكم. 234 ألف كيلومتر مربع هي منطقة صيد خالصة، و600 نوع ذا قيمة تسويقية عالية من الأسماك، ومخزون يتجاوز 1,800,000 طن سنويا. معطيات ثروة الصيد في موريتانيا. مغارة علي بابا كما وصفها أحد الصحفيين العرب لا تتجاوز العمالة الموريتانية فيها نسبة 20% حسب الأرقام المتوفرة. لا منتج سمكي موريتاني واحد صنع في موريتانيا. زوارق صيد تقليدي لا تتوفر على أبسط مقومات الأمان، ذلك هو أسطول الصيد الموريتاني. لا ورشات إصلاح، لا تكوين، لا بنى تحتية للتفريغ كافية، هكذا يصف أحد الفاعلين واقع قطاع يرى أنه قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. العاملون على متن هذه الزوارق لم يتلقوا التكوين ولم توفر لهم أي مستلزمات، فالبحث عن لقمة العيش والتشبث بالحياة ركائز وحيدة لرحلة الأمل اليومية هذه. قرار سيادي ومطلب ملح. مرتنة القطاع مرتنة كان توقيت إعلانها وضوابط تنفيذها كجرعات موت رخيم، فبين غروب شمس وبزوغ أخرى انقلب واقع القطاع. خسائر مالية كبيرة، تسريح مئات العمال، إغلاق المصانع، ارتفاع الأسعار وندرة المنتوج، حقائق صادمة وسح الستار عنها. لا أسطول وطني قادر على تلبية الطلب، فالموجود زوارق تقليدية تعمل أساسا في صيد الرخويات، و27 سفينة صغيرة أنتجتها ورشة تصنيع السفن الموريتانية. هذه السفن تعمل هي أيضا في صيد الرخويات، وإن تجاوزنا ذلك فالعمالة القادرة على العمل بالصيد السطحي غير متوفرة، والحلول التي قدمتها الوزارة بالاكتتاب والتدريب تتطلب الكثير من الوقت، وحتى بعد انتهاء تلك الفترة فالمكتتبون سيجدون أنفسهم واقفين على شواطئ المحيط، وهنا تعود عقبة الأسطول الموريتاني من جديد. على ماذا سيبحر هؤلاء لصيد السمك؟ يسخر أحد العاملين بالقطاع. مصائب قوم عند قوم فوائد، يضيف أحد خبراء الصيد. وقت مستقطع وفسحة تنتهزها الأساطيل الأجنبية إذعانا في استنزاف الثروة السمكية. مصانع عملاقة تصطاد وتعالج وتعلب وكأنها دول مستقلة، فليس لدى الوزارة أي وسائل لمعرفة الكميات المصطادة سوى محضر معد من السفينة. فيكم الخصام وأنتم الخصم والحكم، يضيف الخبير. مشكل آخر يرى فيه خبراء الصيد في موريتانيا ناقوسا يهدد الحياة البحرية وحتى حياة البشر. مصانع دقيق السمك معروفة محليا بموكا، هذه المصانع أنشئت لتعالج مخلفات الصيد، لكن بواخرها اليوم تحتل جزءا ليس بالقليل من الأساطيل العاملة بالمياه الموريتانية، وما تصطاده وهو منتج خالص نادر يوجه إلى آلات الطحن، والمخلفات يتم تفريغها في المحيط تلويثا وقتلا للبيئة البحرية، وهنا انقلبت المعادلة. وجه آخر من أوجه ما يصفه المراقبون بفوضوية القطاع منح رخص الصيد، فالاستراتيجية المقترحة والمنفذة حاليا ألغت في شروط المنح وجود سفينة للصيد، أي سفن للصيد، وشرعت استمرار الاستعانة بالسفن الأجنبية، وأصبحت رخص الصيد تمنح يمنة ويسرة وفي بعضها على معايير زبونية، يتحدث أحد المستثمرين بالقطاع. وإن تجاوزنا مشكلة الرخص فمراقبة تطبيق اتفاقيات الصيد الموقعة مع الشركاء إلى جانب أولوية تستحق الكثير من العناية، تستحق عناية وتمحيصا. وهنا تبرز اتفاقية هونغ الصينية، فالبند المتعلق بالعمالة غير مطبق، وحتى عمل الشركة يطرح العديد من الاستفهامات،
والسؤال الملح بالنسبة للكثيرين، لمن تتبع هذه الشركة؟ مشاكل أخرى كثيرة تعتبر عوائق أمام لعب القطاع الدور المنوط به، سنتطرق لها ضمن محاور النقاش الاثنين. الصيد حلم الثروة الضائعة ومؤسسات الرقابة. وفي المحور الثاني، مؤسسات الرقابة الحاجة إلى الاهتمام. فأهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان، معي الوزير، مساء الخير. في البداية كالعادة لكم 3 دقائق لتقديم ما تودون تقديمه مقدمة حول القطاع وأمور أخرى. شكرا. أنا سمعت قدمت كنتم اللي عدلتم وذكرتني بقصة شاهد عيان. قال شاهد عيان لي قال مراقب، قال مراقب، قال شاهد عيان. نختار نقول بادي هذه بدي احنا قبل قلتوا كامل ما في شيء مساس على شيء نهائي ونولوا لا 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 هين بمعنى لا هين لا هين لا هين لا هي نعطوكم الأرقام ولا هي ولاش إن شاء الله نجبر الوقت للنقاط كامل مسعو لا نحاول نجبر. للأسف المحاور اللي قلت قبل لا عشان بواحد من اللي قلت كان قبل لا عشان بالرقاب، الرقاب والصيد تسير الصيد ما هو إلا رقاب. لا لا ما تحدثنا عن الرقاب. قاعدين المحاور الاثنين قلت لا أبدا. المحور الاول يتعلق بالثروه. لا لا معالي الوزير على ما تابعته حتى المحور الاول متعلق بالثروه من نفسها وقضيه الثروه الى اخره. القاب قاع محور صغير وللامانه لا شيء يقال قالوا فيه لا نشوفهم. على كل حال معالي الوزير احنا على كل حال عندنا هذه الامور لا نناقشهم، ما زلنا بالتفصيل. هاي ليست الا مقدمه. لا قطاع السيد قطاع مهم كيف قلتوا، قطاع حيوي بالنسبه للموريتانيا وثروه تعاملان للبلد ومهم مكانته الاقتصادية اللي بالحقيقة يشارك بطريقة معتبرة في مداخل الدولة. ونقول نختار نقول لكم عن سنة 2017 دخلت منه 70 مليار 2016 70 مليار أوقية الخزينة العامة. نختار نقول لكم عن مداخل التصدير حول انها كونت 20% من المداخل العامة للتصدير. العمالة اللي طرقت عليها احنا نقدروها ب 60,000. ونختار ونقول يعني البرنامج اللي عدت الدولة من اجل اعلان عادات غذائية تتغير في الوسط خاصة موريتانيا الاعماق انها اعطت مولي نتائجها، حيث ان استهلاك البشري مشى من 4.7 كيلوغرام سنويا الى 6 كيلوغرامات سنويا. هذا نتائج 2017 غير ملي حد لي خلص النتائج خلصهم 2016 سلسله 2016 حد لي خلصهم على سلسله اخرى اكبر منه. لان قبل على المداخيل اللي 2012 انها كانت تنهز اللي هي صادراته كامل 173 مليار من الأوقية، 2013 138 مليار من الأوقية، 2014 198 مليار من الأوقية، 2015 102 مليار من الأوقية، و2000 202 مليار من الأوقية، و2016 وهي السنة الأولى من تطبيق الاستراتيجية الجديدة الصادرات بلغت 200 ما يناهز 241 مليار و767 مليون وقيمة. ولا في حديث عن الشهور الثلاث من 2017؟ في الحديث واللي نعطيكم اللي بالتفصيل. يعني هي اللي قبل. في الحديث نعطيك مقارنة 2000 نعطيك مقارنة 2000 شهر 2000 شهر الثلاثة من 2016 والشهر الثلاثة. لا الشهر الاثنين ثلاثة. والله الاثنين ما في مشكلة ما في مشكلة. نعطيك مقارنة إن شاء الله الشهر الاثنين من 2016 مع 2017. 2016 فيما يخص الكميات، شهر يناير 2016 تم تصدير 60,247. هذا 2016. في نفس الشهر تم تصدير 59,442. هذا فيما يخص الكميات. فبراير. ونلاحظوا
هذا شافي ينقصوا فبراير ما توعدت فهمت هذه الكميه يقدر نعطيك القيمه واضح القيمه 2016 الشهر يناير تناهز 16 مليار و83 مليون وقيم واطرح بالك القيمه 2017 شهر يناير تناهز 25 مليار و117 تشوف الفرق بين القيمه هم 16 بشين 16 وبعدين 25 شهر فبراير الكميات 2016 70 ألف طن و802 سنة 2017 64 ألف طن و722 القيمة 20 مليار 2016 33 مليار 2017 وبتفسير تلاحظوا معي عن الكمية نقصت تمام والقيمة ما هو كبير حتى ما هو كبير أقل القيمة زادت حتى الكمية تقصت شوي والقيمة زادت حتى هذا ندور إن شاء الله واضح لأن ندخل في التفاصيل لأن ما نتابع شوي مع الوزير هم ثلاث دقائق والله يتفضل عندنا ياسر عندنا ياسر من الأمور على كل حال نتابع اللي حتى أنا قبل الدخول في النقاش تقرير يسلط الضوء على أهم المشاكل من زاوية أخرى من زاوية التصوير شيء ما لأن في المقدمة هي فقط ملاحظات حول القطاع تمام لا تسمونه شاهد أيها نحن نسميه ملاحظات حول القطاع هذا بعد هو اللي شفنا احنا لذا انتم مع الوزير موجودين الليلة نشوفوا ما قلت لكم شفتوا انتم قلت لكم قال كما يقول شاهد أيها شفنا واحدين يقولوه ربما لكن على كل حال تفسيره اللي هذه توصلوا له المهم عن واقع رسمية. عن واقع القطاع مع الوزير في ذهان الفاعلين في القطاع اليوم انا قصف نعتبر قصفت شوي في وصفه بالنسبه لهم قطاع ان شاء الله الهدف من الإفلاس. الهدف من هذه ولا هنا لا هنا لا هنا ان شاء الله مع الوزير نقطه ان شاء الله نتابع تقرير شيء ما تكلمنا في المقدمه ونتكلم الان بالصور زملاء عدوا تقريرا ربما يكون هو الاخر يلقي الضوء على اهم مشاكل القطاع ذروه سمكيه متنوعه وشاطئ غني خيرات حب الله بها البلاد قادرة حسب الخبراء الاقتصاديين أن تكون سبب نماء وازدهار في بلد لا تتجاوز ساكنته قرابة 4 ملايين نسمة وبين المستطاع والواقع بون شاسع قرى شاطئية ترتفع فيها نسب الفقر وأسعار أسماك تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وأعالي بحار تحتلها سفن وزوارق أجنبية والاستثناء هنا زوارق صيد الرخويات فقط عوائق كثيرة تجعل من هذه الثروة مجرد سراب نشاهده نتلمسه لكن ليس باستطاعتنا الاستفادة منه هي صرخات يطلقها ممتهن هذا القطاع فالعقبة الكأداء وجود إرادة جادة وناجعة في انتشال القطاع من واقع يهدد وجوده فالاستراتيجية الوطنية المطبقة حديثاً وإن حملت أفكاراً يصفها المهتمون بالقطاع بالحالمة إلا أن واقع التطبيق مختلف فإعلان مرتنة القطاع وهو المطلب الأسمى لم يأخذ بعين الاعتبار أسباب نجاحه فلا أسطول وطني ولا بنى تحتية ولا أيادي عاملة فكانت نتائجه إغلاق العديد من المصانع خسائر مالية كبيرة ونقص في المنتوج لم يسجل منذ عهود مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه استنزاف الأساطيل الأجنبية للمخزون السمكي والتزامها بنصوص الاتفاقات الموقعة واحترامها للبيئة البحرية أمور تتعالى المطالب بتجديد الرقابة عليها قبل أن يتحول الشاطئ الموريتاني إلى مجرد بركة سباحة لا سمكة لا كائنات بحرية ندخل مباشرة مع الوزير في النقاش كيف شفتوا جميع الأمور متركزة حول قضية القرار الأخير المتعلق بمرتنة القطاع يتحدثون عن نقص في الإنتاج وأنتم قبل أكثر من سنة تقريبا على مائدة هذا البرنامج طالبتم باستخراج الثروة قلتم هي ثروة هائلة كبيرة حتى أن بعض من الأرقام أخذنا من مداخلتكم الأخيرة واليوم يقولون بأن الثروة ما تعد قد تنقضتوا لأمور معينة مع الوزير هذا القرار
بعد تقريبا شهر من من من, من تطبيقه، ما هو التقييم الأولي لهذا القرار؟ شفت، لا نتكلم أولا عن مفهوم مارتن. احنا تم إعداد استراتيجية وطنية من 2015 صادقت عليها الحكومة، والهدف من هذه الاستراتيجية هي مرتنة القطاع بصفة عام، مرتنة آليات الإنتاج، مرتنة المصانع، ومرتنة اليد العاملة اللي فيه. وهذا خيار استراتيجي بالنسبة للبلد. اعلن يثار والعطان مولانا انها الزمن مبارك معاه، ما شاء الله الياسر عندكم فاهمين السؤال، من لو مبارك معاه من نهايه الثمانينات، من 1980، ما هو جديد. محاولات خلقت فيه عده، الاساسي فيه اعلن نتائج هذه المرتنه اللي بدا فيها من الثمانينات، هو ان تم انشاء اسطول وطني. قد حد يقول انه ما هو ضعفي، ما هو ياسر، يقال تم انشاء اسطول وطني للصيد الصناعي، كما فيه اسطول وطني للصيد الشاطئي، وفيه اسطول وطني للصيد التقليدي اللي واحد يعني من حسب قومكم ما شافوه. هذا الاسطول اللي هو فعلا ما هو كافي، وفعلا وللاسف كافه اسطولنا الوطني مستهدف الا نوع واحد من ثروتنا، اللي قال له الاخطبوط ولا الرخويات بصفه عامه، واللي مخزونها القابل للاستخراج سنويا حد انه 35 الف طن الى 40 الف طن الى 30 الف طن يتراوح بين هذا، وهذا نسبه ضئيله من ثروتنا الحقيقيه اللي هي اللي نقال الاسماك السطحيه. لماذا لا يتم توجيه الصيد شور الاسماك الاخرى اللي ما هي الا رخويات؟ هذا هو هدف الاستراتيجي. هدف الاستراتيجيه عن كافه الأسماك اللي تم اصطيادها في المياه الإقليمية الموريتانية يتم تفريقها على أرض اليابسة الموريتانية، وهذا هو معنى مرتنة، توطين المنتوج من نفسه، ويعود ملي منتج برأس مال وأيادي موريتانية، ومثمن ومعالج ومصدر عن طريق الموريتانية. هذا هو هدف الاستراتيجية. هذا يطلب العمل على عدة محاور، يطلب العمل على آلية الإنتاج، يتطلب العمل على البنية التحتية اللي تمكن من التفريق من موانئ، يتطلب العمل على إيجاد مصانع عند هؤلاء الموانئ، ويتطلب العمل فعلا على أن تعودهم يد عاملة قادرة على استخراج هذه مكونة وبكثرة وبنوعي. وإحنا بدأنا فيه، قد نقولوا عن الدولة اللي عليها متباركة معها، والدولة ما من مهامها إنها هي تصطاد. الدولة تنظم وتأطر وتوجه وتنشئ البنية التحتية، تدير المناخ المناخ الاستثماري الملائم من جهة، وتدير المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية هي اللي توصل. فيما يخص مع الوزير لابد من نمشوا شوي في النقاش، ياك تضاح له. انا لا ندور نفهموا لكم، هي واضح لا ندور نفهموا لكم، فهموا المشاهد. ايوه على نهايه المراحل بسرعه مع الوزير، بسرعه هاي المراحل، وخاصه من المرحله الاخيره المتعلقه بطرح المراحل الثلاثه الدوله اشتغلت عليهم من 2009 من 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 جي الرئيس محمد عبد العزيز زمام هاي السلطه، تم تشخيص لقطاع الصيد، وللأسف الحالة كان يرغالح. عندنا 720 قال 50 كيلومتر من الشاطئ، 80 قال أحيانا من الشاطئ. هذا ما كان فيه أي ميناء للتفريق إلا ميناء نواذيبو، وللأسف ميناء نواذيبو من نفسه اللي كان وحيد كان فيه تراكم للسفن ما يقد يقرب منه باخرة، وهو من نفسه ما كانت فيه الخدمات الأساسية لا من مياه لا من صرف صحري لا من كهرباء. هاي النقطة الأولى، وبالتالي تم العمل على إعادة تأهيل هذه الموانئ الموجودة، وتم العمل على إنشاء موانئ الميناء، ما هو ما يعدل عصا سحرية، يطلب تخطيط ويطلب موارد، وهذا هو المعدل. تم بنفس الشيء تم إنشاء ميناء تانيت،
وكيف تعرفوا السنة المصارية تم طرح الحجر الأساسي لميناء نجاقو، وفي القريب العاجل يدور إن شاء الله وينطرح الحجر الأساسي لميناء فرنانا. هذا الدولة عدلته فيما يخص أماكن التفريق الموانع. فيما يخص آلية الإنتاج كانت في إشكالية كبيرة مطروحة، اللي هي تجديد الأسطول الموريتاني لأنه متهالك وفيه تنوع الأسطول المالي لا بد من خرص. تمام. تمم الإنشاء إنشاء الشركة الوطنية. معالي الوزير ما شاء الله أنتم ما شاء الله عندكم صناعة السفن، عندكم محاور الاستراتيجية ما شاء الله. معالي الوزير إحنا لابد من نشوف سرعة شوي. مرتنا جايين. نعم إحنا قاعد مانا جايين مرتنا، إحنا لين نمشوا قاعد مباشرة لين نجول لين نقول لكم معالي الوزير ما لا لا تأني نقول لكم حالة. معالي الوزير هذه المرتنة في الشقها المتعلق بتكوين يد عاملة والله 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 زاد تحفيز الموريتانيين لأنهم يدخلوا في البحر. أول بالنسبة لنا إحنا منين 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 بدأنا القطاع شوي نشورع لشمل الأمور منه، أول شيء لقانا مجموعة كثيرة من من شي منهم رجال أعمال، شي منهم متخصصين في تسويق الأسماك، شي من الآخرين ذكروا لنا خسارة كبيرة في الأموال، خسارة في حتى المنتوج مات لخالق، حتى ذكروا وعر سعره إلى آخره. مثلا أمور هو الاستراتيجية لابد أن تعود فيها شيء بالمدى القصير المدى المتوسط المدى. هذا اليوم نتكلم عليه المدى القصير. معي الوزير ايش تفكروا فيه لهذا هذه الحاله؟ وانتم تعرفوا معي الوزير تعرفوا عن اليوم صيد شاطئ الصيادين التقليديين المصانع بدأوا يقفلوا حق والله لا اساس له. ما تفضلوا تابع اللي يقولوا لي كامبوند ديباش تابع بدأوا يقفلوا خالقه فيه كبيره قال المصدرين كسر اصبعها خالق الرجاله خسرت اموال طائله فتقدمتها المده اخرى كانت ليش تقل معها الى اخره. قرار أخذ بسرعة وأربك القطاع وأربك المستثمرين في القطاع. شوف النقطة الأولى القرار ما أخذ بسرعة، القرار تم التمهيد له من 2014 وتم إنذار لكافة العاملين في القطاع ويخص خاصة الشط هذا الجزء منه اللي ينقال له الصيد التقليدي تم إنذار لهم 2016. أنا من نفسي عدلت معهم اجتماع يناير 2016 مصاري وطرحت لهم الإشكالية وقلت عن موريتان قابلة لأنها تمرتن القطاع. واضح. نقد نفهم أن مالنا ما هو ياسر نشرو به البواخر الكبار. ونقد نفهم أن الدولة مواردها عليهم ياسر من الضغط فيها اللي ولا عندها الإمكانيات الوافية اللي تمكن أنها تعدل الموانئ. ونقد نفهم أن التكوين المهني التخصصي الفني أنه يتطلب وقت. يا غير ما عنقد نفهم ان مرتنة قطاع الصيد التقليدي اللي ما تتطلب رأس مال كبير واللي ما تتطلب خبرة ذكية منها ما تمرتن. وإحنا بدأنا بذي النقطة هو المبدأ نبيل معي الوزير بدأنا بذي النقطة بين اللي سهلة نعتبر انها سهلة. هاي النقطة لها شهرين مطبقة شنو انعكاساتها جمعة تماما انتم تراوها بطريقه اخبار عندكم عن المعلومات اللي عندي انا معلومات عندكم اللي عندك هذه ولين نعتالكم اللي بالارقام نعتالك بالارقام. هذا القرار اللي خبر تم انعكاسه على مسالتين. هذا اللي قال الرخاويات اللي هو اللي الثروه الاستراتيجيه بالنسبه للبلد واللي كافه الاسطول الوطني متوجه لها ما تنفيه اي ضرر لأن لأن خرصوا إنتاج الرخاويات لأن قارنوا الكمية اللي تم اصطيادها جانفي فيفري 2016 وجانفي فيفري 2017 نجبروا عنها جانفي فيفري 2016 تم الصيد 3809 هذا من جفية؟ هاي الرخويات. معي الوزير هم يقولوا قاعد رخويات ما هم اللي يدخلوا البيوت ولا هم اللي للسوق الموريتاني عندهم أمور للتصدير للخارج. لين شيك ذل الدو؟ لين شيك ذل الدو؟ واضح. 3889 في نفس الفترة اللي مشرها الاثنين من 2017 12123 هذا فرق شاسع ومعتبر وعنده انعكاس مباشر على القيمة لأنه بشيء من 7 مليارات إلى 29 مليار.
ماني داخل لك في تفاصيل كل نوع منه، يقال له نقول لك الانواع اللي تم انعكاس عليهم. هالقرار الصياد الاجانب اللي كانوا يشتغلوا في قطاع الصيد التقليدي كانوا يستهدفوا نوعين من 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 العمل. كانوا يستهدفوا اللي قالوا الاسماك السطحيه، هذا يقولوا له حوت القشبه. ياي بوي وحوت القشبه هو اللي اساسا قالوا عنه اللي يكون حوت القشبه اللي يقولوا له الدمرسو. وفعلا قالوا عن الموريتانيين ما يعرفوا الطريقه اللي اصطادوا بها ولا فاتوا علموا له. سبحان الله. لاني انا هون عندي ان انتجنا 2016 وقالوا انه مشى من 20 وقيه ل 300 وقيه السعر. ما هو اللي عندي مني احنا بعد لا قدامنا نجبروا مرايه واحده عندنا عندكم معي وزير. انا ما عندي شاهد عيان، انا عندي الا الارقام. الارقام راهو مالكم، عندي الا الارقام معي الوزير. لا يا وعدو السوق هو شفت ديمرسو اللي هو حوت القشبه تم انتاج 378 طن 2016 شهر جانفي فيفري، وتم انتاج 829 طن 2017 بنفس الفتره. فعلا ذري قال له تصدير السمك الطازج خلق فيه نقص، مشينا من 3290 طن الى 2146 طن، وهذا هو اللب اللي شرت انت عليه قبيل. واللي بعض قضيه المصانع وقضيه المصدرين واللي بعض من الفاعلين قد يعود لمسه. وفعلا ذري قال الاسماك السطحيه قل انتاجها، مشينا من 41147 طن الى 24872. وهذا الاسماك انواعها الاخرى كامله ما تم عليها اي انعكاس والارقام اللي هي عندي. فعلا على مستوى والمشاكل المطروحه على مستوى نواكشوط ما هي نفس المشاكل المطروحه على مستوى نواذيب. تماما. هم حاليا ومعالي الوزير الامانه حاليا يا اخي حاليا نفهمك وباش المواطنين يفهموا المشاكل المطروحه على مستوى نواذيب ما هي نفس المشاكل المطروحه. اكثر الانعكاس السلبي لهذا القرار على مستوى تماما على مستوى نواكشوط ولا اثر له على مستوى نواذيب. لا اثر له نهائيا على مستوى نواذيب على مستوى نواكشوط. على مستوى معالي الوزير خليني انت نعطيكم اخبار شاهد عيان، هذا اللي ما تسمونه هو بين قوسين شاهد عيان. معالي الوزير نواذيب يقولوا بان في مصانع قفلت عن الانتاج قل ب 50%. هون على مستوى نواكشوط يتحدثون عن ارقام ما شاء الله 80 90%. هذا هم شرحوه، هم شرحوه الفاعلين شرحوه قالوا بان الاسباب الاسباب اللي يعود التأثير ما هو متين في المواذيب بلي المنطقة هاي اللي قالوا المنطقة الشمالية عنها مياهها ما هي مياه متحركة ولا صعب فيها الصيد. عندها موانئ والله، وعندها موانئ أملي لنفترض أن عندها موانئ وعندها كذلك الصيد الصناعي أملي زاد هو يوفر نشيط وشمل الأمور. يا غير هذه المنطقة اللي ليس لها أي شيء وعندها شمل الحوت مهاجر ما فهم زريبا قد نديروها عليه منين مالك حكموا احنا قايس ما الدخره احنا ما عندنا صيادين قادرين. معالي الوزير سموا الامور بامورها بساميها، ما عندنا صيادين قادرين للدخول البحر في هذه المخاطر اللي هي في هذه الصعوبه اللي هم يقدروا يدخلوا يقدرش لا يجيبوا لا يصيدوا ما يقدروا يصيدوا مثلا. وفهم تجارب كازامباك والتكوينات الى اخره امور لم تعطي وكلها ناس معالي الوزير اليوم مخلعة لا عليه المنطقة أساسا لله كما أشرتم إلى ذلك. اختير نطمئنها على عدة مسائل. أولا للمنطقة آليات التفريق مقبولين لهم الإجراءات اللازمة الوزير تينات تانيت يختيروا يبدأ فيه العمل وذوك هو يدور إن شاء الله ينتهي في القريب العاجل. وذلك قال له فرنانا بسنتين موقف الميناء بدأ لاليو 5 أيام عندين ولا 6 تقريبا شاهد عيان كذلك. لا ما هي 5 أيام. صحيح 5 أيام له شهر يقال عادي عادي ما شاء الله داين خرصوا 5 أيام بين الشهر الأول فرق بين كلام الأخر يقال عادي. المهم أنه بدأ فيه العمل وروايدين تبدأ دور توفى ومنان جاقوا انطرحه وهذه استثمارات معتبرة تماما واللي ما عدلوا في 35 سنة 55 سنة من استقلال موريتانيا تمام. عدلوا فيه على مستوى نواكشوط فعلا اعلن ذلين قال له
مصدرين السمك الطازج قل انتاج لهم، وبالتالي اخفض، وهذا تنعت الارقام. ما احنا ما نجحنا في شيء يا غير من درا ذلي الانعكاس السلبي اللي خلقهم من درا لا يكون بانصا لا يكون بانصا به كانوا اكثر والله شبه سواء على المدى القصير والله المدى البعيد. نحن نرى اعلن وبعد يقول لي يجبروا حديد شويه للمدى القصير لانهم يعتبروا روسهم في ازمه المدى القصير. احنا شوي يعرفوا كان قاعد الوزاره تخمم فيهم بالمدى القصير، هذه الاموال اللي خسروا هاي الوضعيه اللي فيها الى اخره الاموال اللي خسروا. احنا عدنا معهم لجنه وهيشينا اللي نختار نقول روايه خالق شيء من الامور كان يعدل ضخ الفضاء هكذا ومعطى بيروغات ومعطى ليموتير ينقبوا ذاك الوقت يمشي واحد يبيعهم. هذا مات لخالق ولا هو خالق والاستراتيجيه ما تهدف له ولا هو التوجه اللي عندنا. التوجه اللي عندنا نرى ان الموريتاني كاي انسان اخر انه وكيل عقل النجاح ايكونوميك راسيونيل. وعلى منين تعود الظروف هو الموريتاني ما 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 ما, ما هو ان سير ايمه ولا هو ان سوزيمه. غير هاي ثقافه جديده عليه ولا بده يدخل العولمه مواكبه شويه مواكبينها بالتكوين مواكبينها بانشاء الاكاديميه البحريه اللي فكره نادره في المنطقه لان تم جمع كافه مكونات التكوين بصفه عامه سواء التكوين القاعدي والتكوين الوسط والتكوين العالي تم باكاديميه بحريه. وتمت اعاده تاهيل المراكز اللي كانت للاسف قبل الاكاديميه البحريه كانت مراكز متهالكه تم اعاده تاهيلها واستقبالها اليوم المكونين. الدور تعودوا شفتوا ان الشباب الموريتاني توجه لها. عندنا وركات اياها ان شاء الله برنامج 2017 فيه ان يكونوا ما يناهز لهذا الصيد التقليدي اللي التكوين له يهدف المسألتين الى ثلاثه. ما زلنا لا نجعل التكوين معالي الوزير لان نتابع بعض اراء بعض الصيادين حول هذه القضيه بالذات نستمع اليه. طالب الرواية هون السفن نص السفن هون ما عنده أرقام ما عنده كارت غريز. يا وزير الصيد طالبين منك على إنه خلق لنا ترقيم هون اللي الناس اللي راعيها موجودة هون مستعدة تخلص وهي راعيها هون سفنها متوقفة. الصيد التقليدي هذا تعدل له رواية تم يوقف شيء قالوا له بلبل يعدل له توقيف رسمي. ريغلمانتي للسيكتور ريغلمانتي لابيش أرتيزانال ريغلمانتي للإمباركاسيون. مجموعه من هذا كان يقول الاخ بتناهي مع الكتب تقول قبي وقال عن المسطون ما شاء الله الزوارق هون معرمين هذا لا خلوا الزوارق معرمين ما باتوا رقمه وكذا وانتم قلتوا لهم قالت لك قاع خالق زرق. هذا بعد من تناهي المهم اعلن الوزير احنا قلنا عن رخويات عن الزوارق اللي يصطادوهم انهم معرمين مشكله. لا ما قلنا زوارق لا احنا اللي نقولوا شاطره شوي لا بدال تعودوا شفتوه سابق. على كل حال السؤال اللي طرح الاخ نحن عندنا استراتيجيه وهذه استراتيجيه تستهدف اولا وقبل كل شيء استغلال هذه الثروه بطريقه مستديمه للحفاظ عليها بالنسبه للاجيال القادمه. وبالنسبه لموريتانيا تم دائما عندها هذه الثروه ولا يخلق لها اللي خلق الدول الاخرى اللي خلق فيها استغلال اكثر من القرض. وهذا يتطلب ان يخلق تنوع للصيد وان اسطولنا كامل ما يعود مستهدفا لا اللي ينقاله الاخطبوط والبلب والضغط عليه بتجي وخاصه الضغط اللي ينقال له الصيد التقليدي لان عندنا شيء اكثر من 5000 زورق صيد تقليدي ومستهدف لا يثروا لهذه. ومن المهم انه يتم تنظيمه ومن المهم اعلن انه يمشي من قطاع غير مصنف شور قطاع مصنف. معناته اعلن انه اشكاليته قابض التلفزيون جميع النشاط حاليا في الصيد التقليدي قطاع غير مصنف ما فهم شيء منه للاسف دفع الضرائب ما فهم رقاب للمداخيل ما فهم شيء غير مصنف مفهوم لا نقول لك علم فماتي فعلا يدفعوا اللي قالوا لدروا داك حق الولوج المباشر للثروه قال ما يدفعوا حق الولوج الغير مباشر للثروه اللي يندفع عند التصدير. غير مصنف مسلتين اولا
لأن العاملين في قطاع الصيد عمل موسمي تقريبا، يجي واحد هو شهرين يطلع ما عنده ما عنده ما يطلب اللي نقولوا احنا اللي يفرق اللي كارت البحاره. عدد الزوارق يتغير، وتجبر واحد عنده اللي قال له بطاقه كارت جريز هذه بطاقه رماديه عنده الباخره وهو داير عليها ست بواخر وسبعه، اي مشكله مطروحه، اي مشكله طرحوها فعلا، مشكله مطروحه. وفيه فيه بعض من الامور اللي في الحقيقه لابد يتم ضبطها، ضبطها من اجل مصلحه القطاع من نفسه، ضبط عدد الزوارق وترقيمهم وتحديد هويتهم، ضبط العاملين اللي فيه وتحديدهم ويعود العمل فيه، يمكن انه يكرد الناس فيه، ما نعود لا رقاش لا يجي ويقبض شوي ويتم ماشي، يا خير يعود الانسان يندار ظرف ظروف تمكنه انه يبقى في القطاع اللي هو، وهذا هو القائم عليه الوزاره. هذه 5000 زرق اللي تحدثت عنها معالي الوزير، لماذا ما يوجه منها شيء ويندعم شيء؟ اما معكم قبيل قنطوا حسكم من الدعم يا غير بعد، لماذا ما يندعم شيء من منهم يعود يتوجه شور التخصصات الاخرى اللي مفيده شيء مع السوق المحلي ولا؟ شوف دعم دعم ليك نقول هنا، هاي مده فاتت، هاي مده فاتت حاكت مع هاي مده فاتت حاكت مع الانشطه التجاريه، الدوله ما 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 تدعم، ولاهي مبدا اساسي من نظره اقتصاديه ذيك بعد مستدينه. الدعم يخلق النشاطات الاجتماعيه، غير ما تعود عمليه تجاريه بحت الدوله تدعمها باش، يعني تدعمها باش، تدعمها بتواجد البنى التحتيه اللازمه، تدعمها بتواجد الخدمات الاساسيه من مياه كهرباء، تدعمها بإنشاء مناخ قابل على الإنسان إذا استثمر في الرواية أنه يربح منه. هذا دعم. أنتم مع الوزير اليوم متباركين مع تكوين جديد إلى آخره، هذا دعم غير مباشر، تكوين من أجل مرتنة قطاع، من أجل إدخال الموريتاني للمياه إلى آخره. عندكم متباركين عندهم اللي بواخر ونسلبون، هلا نحن الدعم. مثلا على سبيل المثال. ما هو دعم تجاري المفهوم الكريم. واضح، لأن نتابعوا بعض الصيادين أظن أنهم نواكشوا. نعانوا اولا بعد قاع المشاكل سفننا اللي نخبطوا في البحر، ولا قط جبرنا حد يكلمنا عنهم، وش كاين نين ذاك من هذه السفن الصناعيه اللي تحولت هنا الشيء اللي قالوا يا بوي ما ترى خالد، نحن كنا نمشي من هون الى نلحقوا 200 كيلو نشوفوا يا بوي تشري ما تنشتري وحده تشري عاد غالبتنا قاع. Ce sont les bateaux qui ont gâté la mer. Il y a beaucoup de bateaux, les grands bateaux là. C'est pour cela les pirogues ne peuvent pas faire le travail. هاي القضيه اللي خرجت. احنا قاعد مالنا معترضين عليها بهي القضيه معادله الدوله، ما عندنا شيء، كنا نبغى الوزاره والله الدوله يعطونا انذار سابق هذا بزمن، يقول لنا عندكم عامين خلصوا دينكم، والله عندكم عام والله 6 اشهر، والله براطة 72 ساعه اللي تنعطى للدبلوماسيين الله ينصاعهم، نحن ما علمونا لا اصبحنا مع الصباح جاونا خفر السواحل والله البحريه وقالوا عما يقض اجنبي. احنا مطروحان اساسا قالوا قضيه مرتنه المهن الموريتانيه. الشاطئ ما زالت لجان تشتغل فيه. طالبين من وزير الصيد انه قاعد يدعم ما يدعم الناس اللي ما تعرف يجي هون على الشاطئ، هون الناس اللي تعرف البحر يدعمهم، دول يخشوا تم يجيبوا هون الحوت. رشيد دولي قال ينا خمي دايو نبو دي لاكو دي نبي اي مبالي كاس بي مبالو كاس لو غراول لو من يق جيجل مبالو كاس بو واتشي كو 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 شي جنت بي bu wacce ci gënte bi bu amé semaine mbal bi day lakkat wow bu nekk ci geejgi man na am 3 mois dara du ko jot suñu xalé yi nga xamné ay doom ay mauritanie yeen té amuñu dandisi sëmu nekk ga gal yaangi ni genn wal bu gal yi bunde ñaar fu gal fi la suñu fu ki gal yi noy dem suñu xalé suñu dess yop amuñu mol légui ñaar gal yu ne no bokk ben rek no boore ben gal gi dem té xalé mauritanie ñu ngi ci biir kër yi waye bu su amul dandité do dem naanu min yas nahna al'aliyat anu min yas min al'mashakil wahda infatahu lana al-frigohat wa nishtaru min andhum bit-tas'ira wa yu'udu bi ma'ana bit-tas'ira mali hay ma'ani minha wa shakin wazir as-sayd minha wa darin wa hal talabna wa lan dar wa tam daiman jina at-talfaza tanqala kliyamna wa la yanhal lana mushkila wa nakhra andna mashakil akhra fi as-souq yasrin wa la fihim hal سمعت
ولا عندنا امن، ودائما حيواننا ينسرق، كيوسنا ودقدقوا ينسرقوا. بالنسبه لنا احنا مريره اللي عندنا المشكله الوحيده على ان نقطه الطيق تطبق لنا مريه، كيف اللي يخلق كامل ياكاش ياكل عود الحوت متناول المواطن. كان عندنا من البحاره لجانب كانوا عاطينا بليد يعاونونا، ولجانب حتى خالقين. غرق ظهر الناس، ظهر الدوله عنه كان يشتغلون لجانب. المؤسسات هم متعطلين، عطلوا موجب ولا هذا موجب ولا هذا معناتنا جابر البحاره. مجموعه من القضايا مع الوزير، البعض منها ناقشنا شيئا ما، والبعض الاخر قضايا يختاروا يجبروا عليهم اجوبه. والله شو طرحت مشكله السلام على السفن واصطدام السفن. تمام. وهذا فعلا كانت مشكله معتبره مؤلمه مولي، لان كثيرا ما كقائمين القطاع يجون معلومات عن يعني الزورق الفلاني خبط السفينه الفلانيه ومفقد فيه رجاج وغني. هذا هو اللي ادى لان الاستراتيجيه الجديده اللي وعدت 2015 خاصه المرسوم المطبق لها في نهايه 2015 حاز وزاد المساحه اللي تتعلق بالذين قالوا الصيد التقليدي باش يتم يمشي ابعد اكثر بدون انه يجبر السفن وبدون انه يصطاد معهم. تمام. وهذا هو اللي وسع اللي نقولها لكم اني من 6 اشهر ل 7 اشهر ما قد جاني تقرير في فلسطين من ساعه ونفذ هذا. ما قد سجل ما قد جاني تقرير بعد فيه ان خلي حادث ان باخره كبيره خبطت رغم ان الصيد التقليدي يا وقاع ذيك المساحه ملي لا يتجاوزوها. فيما يخص تكلم الاخ عندي عن تشاس وعن كردان ديت. تمام عن الاوراق والاوراق وهذا فعلا تشاس محرم، احنا محرمينه انطلاقا من الهدف ان ندوروا استمراريه للثروه. وتشاس اللي قالوا منفنه ما شبكه صغيره وكل شيء تقبل، وعاقب ذاك ملي ما هو من الاشباك اللي لا فات ينزل قبل البحر يقد يتحلل. فيما يخص كردان ديت سبحان الله، احنا لنعطيكم مثال، احنا عام الاول 2016 في اطار تحضير هذا 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 القرار عيطنا للفاعلين خاصه اللي في الجنوب منهم وقدر معنا لهين عدوا القرار ذاك الوقت وقالوا عنهم انهم لا ينشاف لهم ولا يقاعس لهم قدرنا طيب لا ينقاعسوه يقال لهم ندير لكم على قرارنا من اجل ان الاكاديميه تعدل اعاده هذه المراكز. وقالوا والله والله وقطعنا لهم ليسانسات في الرقابه اللي والتفتيش اللي عاد هاي الجماعات كامل اللي تقول لك انا ما اعلم الين جيناها ووقفوا السفن ذو كامل كل السفن عندهم القوارب اللي عندهم فر ما عليهم ما هو اجانب وليسانسات كلها مكتوب فيها زيرو اجنبي. وهذا ياسر من التلاعب. هذا هو اللي خلق النهارات تحديد الهوية حد باش ينقال انه موريتاني وينحصر على موريتاني. ما هناك إذا عدت بيضاني عدت موريتاني، ولا هناك إذا عدت كوري عدت موريتاني. البيضان مجد ماليين، البيضان جزائريين، البيضان سينيقاليين، البيضان مغاربة، نفس الشيء ملي تخارق للعنصر الآخر هي السينيقالي. وبالتالي اللي حدد هوية إنسان أوراقه ما هو لونه لا هو لسانه. وقلنا عن ما يطلع حد ما هو حد عنده الاوراق الثبوتيه الموريتانيه. ما قالوا لهم يا طلعوا بهم في الماء جايك يتقلب القارب وما فات عادوا حتى حوات. قالوا لنا ويغدوا قاعد تواقط. هم بعد اللي بعض الخاتي حواته بهم اللي فاتوا كونوا المشاكل الطريفه اللي عيا يطرحوا عنا طرحوا لنا المشكله. قالوا قضيه مقدا كردان ديتا لين تمشي كردان ديتا في الماء لين عدلوا بلي ولاني يتمزر شوي القارب قد اللي في الماء جبرنا له حل وعدلناهم معاهم وتلاعبوا به. قلنا له ما في مشكله، واحد ممكن يقبض لائحه بحاره اللي عنده ويجي الخفر السواحل عنده كردان تاع ويعدلوا فوتوكوبي، يعدلوا فوتوكوبي منه وتصدق لي خفر السواحل. عادوا ذيك فوتوكوبي جيبوه ويجيبوا معاه رقاج اخر اجنبي رافدين وهي صورته هذه كذا مشكله. ويقولوا لكم ولي القائمين على العمل سواء من الشرطه سواء من اداره السوق هون فم ياسر
من التلاعب من الروق. وإحنا روقنا للأسف إخباريين به إحنا مجتمعنا إخباري به. طرح ثماتي نقطة أخبار الترك. العمل الترك محرم دوليا موريتانيا موقع عليه وهذا التزام له ولا يفاتها في الله. من التزامات موريتانيا العمل الأطفال محرم دوليا. ما قالوا عنهم عندهم مجموعة من هو حس وقال خلل من الترك خلل غير قال انه بالغ غير عنده لا رسي مشكلته ما هو استقره هو فهم استقره ملي خلل ملي فهم استقره طارحين خلل بالغ غير فات برا لا رسي كربان اللي ما عنده السنين اللي يمكنهم من يشتغل هذا محرم دوليا واحنا عندنا اتفاقيات وقابضين بعين الاعتبار ومتابعين. واحد منهم قال بان تخطيته هو الاول قاعدين وقال بانكم القرار اللي انقبض عنه ما تم استشارتهم فيه ما علموا به يكون يا اخي انا يمكن قلت لك ان 2016 من 2016 تجمعنا معاهم وناقشنا معاهم ولين تخلص اعلن الايتاوا اللي نعطاته 2016 واللي هم قبلوه ونعطاته الاكاديميه البحريه ناتجه عناش بدايه ناتجه حنيني ناتجه الايتاوا اللي مدارت عليهم 2016 ناتجة عن تشاور بين 2016 ناتجة عن التشاور بين نحن وهما وانه يستنى لين خلوهم يعملوا الاجانب مقابل ذيك الإتاوة يقرر هو 2017 يعرفوا عنها اكواب. اذا لا يتابعوا بعض الصيادين على الخط الجنوبي ما نسميه الخط الجنوبي الضر هون عينه مثل البحر ولا ما هباس ما عندنا هون انشادات ولا عندنا انقاذات اللي قاعد يعاوننا كامل يعاوننا ولا عندنا بلد مركز الصحة وولادنا ما يقدر يطلعوا كلهم يقولون ما عنده كاردان دي ما يطلع بروبلم جيجي امنو نش بروبلم يو بري منو فيش غوشيش عندي في سوني جبر امنو سكر غنو دك فيش غوشيش امنو سانتي امنو دار سوني دوم يي نك تاي اتا بي لو اتا بي واخ موم لون واخ لومو واخول واخو نوكا باسكو كان كو نيك دا ام كليفا لي مو ديف نون غوشيش داكور نونيش mais nañu ñu gëm ñu dimbali wala ñu défal ñu moy pour suñu doomi ñu faciliter ñu ci kayiti amuñu kayit suñu doomi amuñu dara nañu ñu ci dimbali hon fi ndiago mashakilna yusr la tuwaqat kunna hon ma andna mashakil ya khayrak alhamdulillah mashakil ada yusr yiji yisawluna tuwaqat kul nu' min tuwaqat andna nkhalis tuwaqat ma kunna na'rfu mashkilati kas halan ya nakhdir hadd yhalla ana khalina nishtaglu biha talibin min wizarat as-sayd تصد علينا خلاق على حاجه البحر ورابين ولاحقين بقدنا وكانوا معنا جانب يعاونونا في قضيه هذا الحوت وقضيه هذا البحر وذوكم شاو امتر مشكله نعانوا منها اخبار كردان ديته الواحد لا بد داري يمشي بكردان ديته اورجينالين قال لك الى مشى فوتوكوبي مصدق ان قال يرتد ان قال ورجع لا تمشي بيه من غير البحر اللي قالوا الاجانب هو اللي مضايقنا هون حقيقه عنهم يشرم معنا ما عندهم كارت مريارات ولا شيء ونحن عندنا كارت مريارات قاعد معنا جابرين هاي مجموعة من صيادين على هذا الخط الجنوبي أعتقد هاو صيادين بعد وهذا بعض من الإشكاليات طرحوا واقعي لقويشيش احنا عندنا الدولة قبلت استراتيجية بنهاية التسعينات لأن هذا الشط تعدل فيه نواة والله بعض من النواة المدن مستقبليا عدت على مستوى رينقال قويشيش اللي هو الكيلومتر واضح وعدت على مشكلة بليد أخرين قال لهم ديم الشيء التالي نعدتوا اللي في الديار الحمر وفعلا هذو الأماكن يخصهم اعلن يعود همات ياها تمويل من رينقال الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء نختار الطمئنة اللي قويشيش وهلنديمش اللي هم بعد نواتي ما حسن طالبين بسكن مطالبين مقومات بسيطة للحياة خاصة الأساسي فيه الخدمات الأساسية وفعلا على مستوى هذا نقوله إحنا اللي في لاجة المدن اللي عليه اسمه ثم مشروع كهرباء هذا اللي في لاج كاملين القرى الساحلية هذا القريات الساحلية بهم هم عددهم ويتقرهم حتى مع الوزير لي عددهم صغير حتى لأن الدولة اليوم لله الحمد متجهة للتنمية اللي قبلت والمنعطف هذا التنموي اللي قبل من 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 اللي سبع سنوات من السنوات قليلة اليوم قرية موريتان أكبر من 1000 ساكن ما هي مكهرب
ما ولا فيها الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء ما يخالف. ولكن هم نحن في الصيد معي الوزير لسنا في النفاذ الشامل. لا أنا متكلم لك بصفة عامة لين نقول عن لماذا ما هاتوا كهرباء؟ خايفكم على لماذا ما هاتوا كهرباء؟ لما الصيد لا اللي خلقت التنمية خلقت في الصيد واللي أرقام جزء من التنمية خلقت في الصيد واللي أرقام هذا هي لا جزء من التنمية خلقت في كافة القطاعات سواء البنية التحتية سواء القطاع الماء. هم يطالبون بالماء بعد هذا القريات فعلا يطالبون بالماء. فيما يخص القويشيش تم حل لهذا المياه بربط القويشيش بذل ينقالوا تيقنت، وفيه كان إشكالية الكمية الإنتاج من الأبار الارتوازية والمشكلة على راحتها من يعني الابار الارتوازية من الابار الارتوازية اللي على مستوى تيجن، وتم توسيع ذاك للشان كابتان الداشن الكمية اللي مستخرجة من المياه الجوفية تعود كافية لتيجن وكافية الجانب الصناعي لتيجن خاصة السياحي من فنادق وكافية منطقة القويشيش. فيما يخص الدمش اللي هو 144 كيلومتر عقب ذلك فيه دراسة قيد التنفيذ حالا تخص أن مجيبة الماء من هذه القنوات اللي انفتحت اللي القنوات اللي جايبة الماء من البحر واللي قريبة منهم لا يتوصلهم، ومع انتهاء المشروع يتم إن شاء الله والبدء في تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب من عند مياه تمام. لا نمشي بسرعة معي الوزير مقابلات الصيادين، عندنا الخط الشمالي بسرعة لين قبلون عدنا نقضوا شهر الصيد الصناعي لأن لم نشبعه نقاشا نظرا للقضية القرار هذا اللي هو اللي يشغل جميع الفاعلين خاصة مجال الصيد التقليدي. لين نصنتوا بعض الصيادين بسرعة لي تعطون أجوبة سريعة. الخط ما يسمى بالخط الشمالي، وذكر فقط أستاذ المشاهدين أن من بين الحضور الليلة رئيس بايبيخا يحدث أحيانا تدخلات لا تسمعونها، لذا تلاحظون شيئا ما عن التعليق نستمع إليها من حين إلى آخر. نعم أنا رئيس الاتحاد الوطني للصيد تماما أنا وكافة القطاعات الصيد ممثلينهم سواء الصيد التقليدي بالرئيس باي ولا الصيد الشاطئي ولا الصيد الصناعي فقط معي الوزير والله ملي كافة الفاعلين فقط معي الوزير للاعتذار للمشاهدين أحيانا أضحك لأنه الأخ بايبيخا يعدل تدخلات نختار تنفسر للمشاهدين لماذا هذا لا صلة له بوجود على كل حال هون المعاونين كلهم والكبار الشخصيات في هذا القطاع الهام الحيوي. نتابع بالنسبة للخط الشمالي. الوزير طالبينه أن احنا الشباب نختاروا نجبروا شيء يدعمنا قاعد يسوي شنو قاعد لا شغل يسوي شنو تفيدنا على البحر نختاروا نمرقوه قاعد وتو نختاروا ملي نقولوا عنا عن يوم راقن هون والله اللي تعاني ياسر من مشاكل هون مشاكل محروقات نكون عود عندنا ورشة هون تعدل السفن بعد يا أولا ياكل صيانتهم منهم دق قد تجبر بليدة قد تعدل فيه ونختاروا هم اللي نجبروا الدعم من ناحية ماتريال اللي نشتغلوا به. هذا اللي هنا تي عركة يا فتي وليت قريب هون 120 سفينة اليوم ما يقدروا يحصلوا لقطون من الحوت وعد واكشوط شو الساهة ضعف خبرتهم هما في ذا الميدان اللي ذا هو احنا قلقين الخارجين نعودوا نشتغلوا نشقلوا اولاد البلد ونشتغلوا المواطنين اللي معانا لجانب مشاننا فيهم ياسر من الفضاء لولا ان جابني المواطنين اهلا لذي المهنه وعندهم من الخبره وعندهم من التجربه وعندهم من الامكانيات وعندهم من الاستعداد اللي قادين يمارسوا ذي المهنه ما نجوا لجانب خصيصات هذه الحواته خاصه ياسر من التواغب هون قوارب الداك اللي مكتوب انه قارب عود وهو اصلا مكتوم انه قارب لاستيك هاي المشكله مطروحه انه مطروحه انه ملي ان دائما العود رجاج بلا كردان ديته وطارحين ذاك اتجاه ان ما يطلع حد في البحر ما عاد عنده كردان ديته ياسر من رجلينا متعطل به اللي ما عنده كردان ديته يلا تنحل المشكله. أجوبة سريعة مع الوزير حتى نتحول شور الشق الآخر الهام من الصيد اللي هو المتعلق بالصيد الصناعي. على كل حال الإشكاليات الدعم اللي يطلبوا أنا قاعد ما نعرف من نوعية الدعم اللي يدوروا هم على مستواهم
نختار نقول عن نوام قار في محاضرة حضير التاجين وعندها خصوصية فيما يخص صناعة السفن فيما يخص تصليحهم من ثم نظام بعض ملتزمة به الدولة الموريتانية لأن حضيرة محظورة من أي صيد بالبواخر اللي عندهم مكان ويعملوا فيها الداد اللي نقولوا بالليلانش اللي بالهوائية. تكلم الأخ قال أنه من تيوديت وأنا متفاجئ حتى من حد من التيوديت يقول أنه إذا مشاوه التيوديت وإحنا نعودوا مجموعاتنا التقليدية ما تقدر تجيب حوت هذا صعيب إحنا نعودوا لنجاقوا إذا مشاوه ما يقدر يجيبوا ربما يشكون وسائل إنتاج أنا عنه لا ما هو من التيوديت وتو أنا يقول لك أنه ما هو من التيوديت ونقول لك مؤكد هذا بدل من الشيخ واحد من اهل من من هو اظن انه مستثمر في تيوليت ايه ما هو من التيوليت ما هو من التيوليت هذا لا مشاهد عيان قلت لك بي على كل حال الشيخ بالقرش ذاك هو واحد فعلا من التيوليت وفعلا دي المشكله مطروحه مشكله الاوراق اللي ثبوتيه واحنا ومطروحه لياسر الموريتانيين لان الموريتاني للاسف ياسر منه اليوم ما هتعد اوراقه بهاش به قد يعود اقداش به قد يعود ما هاتش بر يعني الاوراق لا بد ان يعدلهم قد عملوا ودي روايه خلقت على كل حال احنا على مستوى وزاره الصيد وبالتشاور مع وزاره الداخليه طلبنا من وزارة الداخلية وخاصة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أنها تسهل إجراءات تقييد هذا الواقيش سواء على مستوى الجماعة اللي مجبرة في القويشيش على مستوى تيقنت وتم فعلا دعم مركز الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على المستوى وجاونا لوائح وعطيناهم ولبات معناها عن الدولة والحكومة تتفاعل مع كافة الإشكاليات بطريقة ملي أنتاري بطريقة بسرعة مباشرة المشاكل ينطرحوا لنا يجبروا المحلول وهذا هو دورنا تمام لأن هو دورنا على أن المشاكل المطروحة للمواطنين نقضوهم عين الاعتبار ونحلوهم تمام نحلوهم بطريقة استراتيجية ما تترجع تمام لأن على كل حال هي قضية التكوين إلى آخره والمرتنة دورتم لا ترجع لكم خلال مداخلات الجماعة ولكن نحن نختاروا مولي شوي ناقشوا الصيد بصفة عامة لأن الصيد ليس فقط هذه القضية الصيد سفن الصيد استراتيجية جديدة الصيد كذلك اتفاقيات دولية إلى آخره ما هي وضعية ما يسمى بالصيد الصناعي اليوم معالي الوزير الصيد الصناعي اليوم صيد فعلا عندنا أسطول ما يناهز 70 إلى 80 باخرة وإنتاجه يقل بالنسبة باخرة موريتانية 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 ما يناهز 70 70 إلى 80 وقد نقول لكم اللي قاع تقريبا هي اللي يعود قد نقول لكم للشيفر إكزاك هذا كان قبل طرح دي الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد كانت عنده إشكالية معتبرة اللي هي أن الناس ما كان مسموح لها أنها تبدل أسطولها وكان الأسطول في نفس الوقت متهالك غير لا بد أعرف حتى سببه لماذا ما كان مسموح لها لأن إن كافة الأسطول يستهدف ذلك قال أخطبوط ولاحظت الدولة نهاية التسعينات أعلنها ثروات تقل لأن الجهد اللي عليها أكبر نستخرج منها أكبر ثر من ما تعطينا الطبيعة وبالتالي قالت أنا ما تتعاطي ليسانس ما تتعاطي ليسانس باخرة جديدة وذو البواخر اللي منهم قرقل ما نبدلتها ولا نبدل أي باخرة وتم ذا شيئا فشيئا ومشكلة تجديد الأسطول مطروحة من نهاية التسعينات بداية وتم في إطار الاستراتيجية الجديدة لأن غيرنا نمط التسيير اللي هو عاد حق الولوج للثروة كان أصلا على أنك نعطى لك حق ولوج معنى أن أعطى لك أنك تقتني باخرة بقد النظر عن الكميات اللي يتم اصطيادها وهذه نظرة فعلا كانت تسير وهي خطط الأسطول ولكن عندها انعكاس على الثروة وطرحت المي الإشكالية اليوم نمط التسيير تم تبديله
بعد حق الولوج للثروة ما هو حق اقتناب آخر، ولكن حق استخراج كميات معينة من مصايد معينة فترة معينة في حوزة جغرافية معينة، وهذا فتح لهم المجال لتجديد الأسطول. بقى النفاذ إلى التمويلات بصفة عامة، والدولة فعلا تدرس خاصة من إنقال أسطول، إنشاء أسطول جديد للأسماك السطحية اللي ما منها خالي، وتدرس معهم ومفتحة لأي مولي اقتراح ده يساعد الفاعلين في قطاع الصيد الصناعي. قضية يساعد الفاعلين في قطاع الصيد الصناعي لتجديد تمام مع الوزير اللي نمشي شوي بقضية الأسطول. هم يتحدثون عن أن جهدوا كامل عن ما أنهم بالحقيقة ما لقاوا من 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 التشجيع اللي قدوا يقتنوا به بواخر، وعن جهدوا كامل عندهم 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 كلمة عبارة يقولوها مهم عنهم، الواحد منهم يجيب باخرة أجنبية ويدير عليها أحيانا طاقم موريتاني وأحيانا قاعد ما يديروا عليها، وبعد لها ترقيم محل إلى أمور ما فهم بالنسبة لهم. الأسطول الموريتاني ضعيف جدا، ما تتحدثون عن 60-70 هم يتساءلون. هو الهدف شنو؟ قبيض الحوت. الهدف الأساسي أن ذي الكمية القابلة للاستخراج سنويا فهم اللي يلا يعود فهم هدف عن تدهم بآخرة موريتانية وفهم مطقم موريتانية وفهم لا إحنا المرتنة لنا ساعة فيها قبطانها موريتاني هذا ما اللي يلا يعود هدف يا وليد خلينا نجاوبه والله. طيب الهدف الأساسي إن وهو الأولي إلى أن الكمية القابلة لاستخراج أن يتم استخراجها، ولين يتم استخراجها من المهم إن قلنا آلية الإنتاج موريتانية وآلية التثمين والتحويل فتنة قلنا على الأرض تعود مولي موريتانيا، مهم أن يد العاملة تعود موريتانيا، وهذا هو هدف الاستراتيجية. يقير هذا لا يعدل لا بطريقة تدريجية، ما يقد يعدل بعصا سحرية هكذا بين عشية وضحاها في قطاع. احنا بدأنا اليوم في ذا الشهر مرتنة الصيد التقليدي اللي بس هو انتم سمعتم ومعالي الوزير قالوا لكم في اجتماع معهم في نواذيب وقلتم بالحرف الواحد لا أهمية للسفن ولا ضرورة لها. لا أهمية للسفن ولا ضرورة لها. وهذا تقريبا ما هو متباعد بعد من هو قالت الاستراتيجية. ما هو قالت الاستراتيجية ولا هو قال مولي نفسه. احنا قلنا عن انت راكم مذكرين الاجتماع اللي ربما قلتوا فيه الشيء على اليوم. عليهم ما عليهم. انتم قاعدين تقولوا لي ما هاي العبارة واعية نقولها. تلك ليه؟ طريقتي واعية واضح. قال لي نقول بعد عن الأساسي. وفي البداية مادة ناشئ لأنها الكمية اللي أعطاها مولانا تقبضها بطريقة ما يعود عليها تأثير على وسطها البيئي، ولا تقبض منها ما ذاك سامحة للطبيعة أنها تقبض. هذا أساسي بالنسبة لي باش ذيك الثروة تم تجدد فعلا أنجع أعلن آلية الإنتاج تعود موريتانيا. من ترى كان منح الرخصة اليوم مشروطة فيه السفينة مع الوزير؟ منح الرخصة اليوم حسب المصايد فذلين قالوا الرخاويات ما مقبولة فيه السفينة أجنبية. ما هي مقبولة فيه؟ ما هي مقبولة فيه. الأخرات مشروط فيه. الأخرات الأساس شنهم؟ أكسبتها. لأن بادئين فيه ناشئين. إحنا ما نقدو وملي الرخاويات. ما قد حد يجبر رخصة. ما قد حد يجبر رخصة للرخاويات ما عنده سفينة موريتانية. فهم ذاك. باش تفهم الرخاويات. ذروة استراتيجية بالنسبة لي. لماذا استراتيجية؟ لأنها أولا ذروة قاطنة ما تحرك، ثانيا ذروة تجدد كل سنة، ثالثا عندها قيمة استراتيجية، ثانيا عندها قيمة استراتيجية قيمة تجارية معتبرة. ما يكيف الأسماك السطحية اللي لما قبضنا احنا اللي يقبض واحدين اخرين. يعني هذه باردة خلاقاتنا عليها والاخرى ما باردة خلاقاتنا عليها بها بعض عندنا من هالوقت اللي ما له يمشي لابد نستخرجوها سنويا. فهمتوا؟ وعندنا الحمد لله الأسطول بين اللي كافت أصولنا سواء التقليدي والشاطي والصناعي المستهدف اللاهية. يقير ذلين قابل الأسماك السطحية إحنا تجربتنا قليلة فيهم ولا عدنا لهم إلى الآن إلى عهد قريب ما عدنا لهم كان حتى ثم تجارب صغيرة خاصة مع جماعة نجاقو ما عدنا لهم ما هو الأساطين الأجنبية وعيادة تعود اليد العامل الأجنبية ورق قللنا من يد العامل الأجنبية ما تتخارج يقير أن ننكره أسطوله إحنا ما عدنا المال نشروه
هو مادة لابدة تعود واقعية. أنت اليوم وين تفارسي حاني أنت اليوم وين تفارسي عندنا موريتانيا كلها فرع يشري باخرة باش يصطاد مالك يتجبر شي يصطاد والحوت لا يتمشي تقبل ما تدخل ما هو بعض شي باقي ولا هي ينمو ويتكاثر ويبقى لنا هذا ماشي وإحنا من ملزمين ومن حقنا أن نقبله تمام واضح لأن نقبله بذل اللي متاح لنا بذيك ولا بذي لأن نقبله بذل اللي متاح لنا واضح معالي الوزير سؤال ربما شيء ما لهي عقب يجيبنا النقاش اخر كيف والله زاد سؤال ثاني كيف تقيمون علاقتكم بالمستثمرين في القطاع اليوم لانهم يتحدثون عن عدم استشاره في العديد من القرارات الى اخره على مستوى الوزاره ايش ظهر لكم انتم عن هاي العلاقه هو انك جبرت ما من الوزاره ما من القطاع يقول لك روايه واحده ما قط خبر ما قط قبل قرار لا على مستوى قانون ولا على مستوى مرسوم ولا على مستوى مقرر ولا على مستوى ينسر كلا ما خلق فيه التشاور والتشاور الكافي قبل أخذ ولا خلق فيه قرار مقبول في قطاع الصيد ما هو اللي تفوت توافق عليه كافة الأطراف ونقول لك إن هي يعود عندنا شو من الإجراءات اللي نختاره نطبقهم إلى الآن وبأخذ عين الاعتبار شركائنا لأننا نحتبرهم كشركاء يخلق تطبيقه يقاعس ويشاء من أجل أخذ بعين الاعتبار أراءهم وهذا ولا قط وهذا التحدي منهم حد بقى ما قط حد منهم جاي دور ملقى الوزير ما جمع يسوى الصب منهم نستمع إلى آراء بعض اتحادات الصيادين من المكشوط شفت هذا القرار اللي عدل متقاد هو وتعدال لوقية قرار تاريخي ما قد تخلق شي كيف يا غير الأمر من القوارب احنا ما همنا يجي واحد له يشري يجي الوزير ويعطيه طاقة انه يشتري قارب ويقبض كرت قريز القارب ويقريها على قارب احنا ما همنا ويجي القارب يجايب أولاد عمو واخوته واهله ويشق لهم هؤلاء يقلعهم يا قدير خلقك انت وما رتح عليك عن منين مشاو العمال مشاو القارب ومالي ذا القارب كان قال موريتانيا وين هون عتونا ما هون الوزير يا الله تدير اللي ما على الشواطئ وتدير الطرق وتسكن الناس وتسكن العليات وتعود ديارها يلقف عليهم الموجة وعودوا تركتها يا رباو مع الموجة ويا من يخلق مدة 15 سنة موريتانيا كاملة بحارة ما عنا قاعد تعلمها Je voudrais juste demander, Monsieur le Ministre, quelles mesures concrètes avez-vous pris pour la facilitation des documents des Mauritaniens et aussi savoir l'école de pêche aujourd'hui, quelle formation vous devez faire pour les pêcheurs. L'aide de l'amile est ce qu'on a besoin. من الزمن فرق تخلق الاستراتيجيات بالنسبة للبيد باس وبالنسبة للكازان باك ما قطوا مرقوا ايد عاملة ثابتة في موريتانيا مجموعة من الأسئلة على كل حال لكل قضايا نتطرق بعد لحظات لاتحادات الصيادين من وديبو بسرعة الوزير أنا وشاطر السيد الرئيس اللي قال مهم على الموريتان أنها تعود متواجدة على الشواطئ مهم أن نعود في مدن كبار وران من خلال هذه الاستراتيجية ومن خلال توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز أن في القريب العاجل شاطئ موريتان ما حد خاض من فوقه في الطائرة واللي كان ما يراعي في شيء يدخل يشوف دشرة يقول رانا الحقنا السنغال إن شاء الله في القريب العاجل واجهته الدور تتغير بذول الموانئ اللي مبارك معاهم تتغير بذول الموانئ اللي مبرمجين الوقت الحالي واللي إن شاء الله يدروا عودوا مدن كبار يعودوا ينشافوا من بعيد والموريتانيين نطمئن السيد الرئيس أعلن 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 ذا التوجه اللي بعطي الطلب اللي طلب انه هو توجه الدوله وانه في القريب العاجل ان شاء الله الشواطئ واجهه الدور تتغير فيما يخص تسهيل اللي تكلم عن الاخ تسهيل كاردانديتو احنا عندنا كافه الاجراءات فيه تحدثتم عنها قبل قليل والوكاله مستعده تماما تحدثتم عنها قبل قليل لهنا نقبل اراء اتحادات صيادين بنواديبو طالبين تفعيل قانون السماكين بصيفة مثلا
قانونية وبصفة واضحة. القانون اللي كانوا يخلصوا لي البحارة ذاق الوزن 3 سنوات ولا 4، ويا الله يراجع مسولين السيد الوزير هذه لافوس باش معناها على انه شمل الحوت اللي مثلا انقبض عن طريق الخطا وصيد عن طريق الخطا، وعلى انه ما هو في لا ليسانس ولا هو المقطوعه، ما هو المقطوعه له رخصه صيد. هذا يجي منه الاف الاطوان هنا تياها وطالبين على انه يقونن وينظم. نختار نعرف أين تلاه تحدد هوية ذلي قال الصياد التقليدي الموريتاني ذلي يمشي في الزوارة. نختار نعرف أيضا مولي أين تلاه يؤمن صحيا. نختار الوزير يتكلمنا ويقولون أين تلاه يبدأ في تحديد الخطوة الأولى بعد اللي هي تحديد هوية الصياد التقليدي. عندنا قضية الصندوق ذوي الضحايا للناس اللي تنفقد في البحر وتموت وتبقى وراها الأسر. نعرفهم نختاروا نعرفهم اللي ذاك الصندوق منين الحق. حالا عندنا قضية القرار اللي قبله اللي هو مرطنة القطاع واحنا مأيدينه ومشجعين الدولة عليه، يا غير ملي صاحبه وش من الإجراءات قضية بطاقة التعريف على ما يمشي حد ما هو حامل بطاقة التعريف. واحنا عندنا هون درع ثلثين من البحارة ما يحملوا بطاقة التعريف، عندهم مسائل أخرى تثبت هويتهم كيف الإحصاء وكيف حد عنده فات تصور وعنده روسي. إذا حتى الآن ملاه ما هي قد يمشي نختار الوزارة تخفف يعني تكمل الناس إجراءاتها. عندنا قضية الحوت، عندنا دائما نعانوا من مشاكل نجبروا شم الحوت مكبوب على وجه البحر قابضين السفن الكبار ولا قدوا يطلعوه والله عجزوا عنه ويشقوا شباكهم ويمشيعوهم على البحر. وبعض الأحيان يلين تجيبوه رافدينه من البحر جابرين يعوم الكردو. لو ما حالا عندنا واحدين مكردة مسجنة على نفس القضية. نختار الوزير يتكلم لنا عن ذيك القضية يشوفوا لها حلول. عندي تساؤل في هذه البواخر اللي على الطارية هون، لماذا ما ساقت الحقنا الزرقاء ما أنا داركوها؟ معلوم على أن باخرة ما عليها موريتانيين قيادة موريتانية، التعليم ما يقدر يصح فيها ولا تقدر موريتاني استفاد منها. ثانيا هذا اللي قال له الصيد الشاطئي شكله اللي عاد ارتيزانال، لماذا ما يخلق تعريف العمالة اللي فيه الصيد التقليدي اساسا؟ التكوين الجانب التطبيقي هون عندنا يقعد شيء ما معدوم. مجموعه من القضايا اعتقد معي الوزير انكم هي نظموها وكلم عن السماكين وكلم عن ظروف العماله سواء منها في الصيد الصناعي فيما يخص لا كونفنسيون، وكلم عن ظروف اللي عماله الصيد التقليدي، وكلم عن نقطه هذه اللي قال عنهم يجبروا الحوت هكذا صدفه من وحدين مسجن. نختار نقول عن المرسوم اللي منظم مهنة السماكين، نحن على مستوى الإدارة طبقناه في كافة النقاط. واضح. ومطروحة فيه مشكلة ونختارهم يعاونونا هما واللي قد يطبقها لا هما. السماك معناه عنه محصور اللي قالوا الموريتاني. عين نجبره أجنبي متبارك يشري. نقولوا انت ما عندك الحق مره طاقتك السماك، قول انا ماني انا والشاري شاري هذا اللي بزر الموريتاني الحياه. يجي الموريتاني يقول هذا انا ما هو اللي هو معناها عن، وهذا طارح اشكاليه معناها عن اللي قد يطبقوا وينفذوا. نحن اعطينا الاطار القانوني والتنظيمي، اعطينا اللي قال فرص بيبليك موجوده القوى العموميه موجوده، والمؤسسه العموميه اللي يخلق التداول عنها مستعده لتشارك في اي شيء. وطلبنا من كافه اتحادياتهم سواء على مستوى المقشور ان تخلق لجنه فيها الاداره فيها المؤسسه اللي يتم عليها وفيها هما، وانهم يعاونونا في تطبيق هذا، ولا يتم يوقف لنا اجنبي انه لا يشري وهو واقف يجي واقف دون موريتانيا عنده طاقه ولا فده هكذا، ولا يقدر يعدل لا المهنه. الاداره عاونت فيه ومستعده لاي شيء فيه غير هذه اشكاليه السماكين. تمام، تقلبنا عليها نتخطى اشكاليه السماكين مع الوزير. قالت قضيه تحديد هويه الناس اللي من هو الصياد التقليدي؟ من هو الصياد التقليدي؟ فعلا احنا 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 مطروحه لنا مشكله كيف قلت لكم في الصيد التقليدي. كيف تعرفوا رئيس الجمهورية فخامة السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز
2015 مناسبة عيد الاستقلال أعلن كأن لا يتخلق إن شاء الله الضمان الصحي للبحارة والحمالة. ومن ذاك الوقت وإحنا نحاول نصنفوا صياد تقليد صياد دين بصفة عامة. وفين الحمد لله تم تطبيق ذاك التوجه اللي قال له العمالة في الصيد الصناعي والصيد الشاطئي لأنهم عندهم تواقط هويات عندهم اللي قالوا لي فريماليتي. وبدأنا إن 2017 إن لهن طبقوه على اللي قالوا الصيد التقليدي وتطبيقه باسم الحال. أولا لا بد يتم إحصاء شامل لمفهوم الصيد التقليدي، ولا بد رجاج لا يشتغل في الصيد التقليدي يندار في ظروف كيف قلت في البداية إنه يبقى في الصيد التقليدي ويعدل فيه عمله الأساسي ما يعود عمل موسمي هكذا. وتم مؤخرا مقرر يحدد بطاقة ينقالها بطاقة تعريف الصيد الصياد التقليدي ولا يتم تنفيذها من أجل تحديدهم هما. وبالتشاور مع اتحادية الصيد التقليدي لا يتكلف إن شاء الله الأكاديمية البحرية يعود الصيادين التقليديين بدفعات يجون الأكاديمية البحرية من أجل تكوين قصير على الذين قالوا السلامة، ومن خلال تواجدهم فيهم يتم تحديد هوياتهم وإعطائهم البطاقات اللازمة. هم كاردانيت انا هيك كان طالب هاو الاخوه انهم يتوجهوا للمراكز الوكاله الوطنيه لسجل السكان وهي مؤمنه وهي متعهده عنها تسهلهم اجراءات كامل اجراءاتيه غير حد ما مشي يبقى قاع كاردانيت لا بد من اللي رقاش يعد المجهود سوى كم قد انه يمشي بعدين يجي المركز ويطرح تواخته ويطلب كاردانيت. تماما. نبقاو دائما في اطار الشق المتعلق بالصيد الصناعي وتبعاته الى اخره، من بين قضيه مصانع الدقيقه هذا الوزير تعرف عنها قضيه مطروحه اليوم. العاملين في القطاع يطرحونها من 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 باب نوعيه المطحون من الاسماك، واشرنا الى ذلك في المقدمه، قلنا بانهم كان اصلا يلا يعود بقايا السمك الى اخره، واليوم يبدو أن هذه المصانع اللي تكاثرت الحمد لله عنها لها حتى هي أساطيل زوارق إلى آخره، وأصبحت جميع نوعيات الأسماك تطحن في هذه المصانع. هذا الشق الأول المتعلق بما يطرحه أصحاب القطاع. أما السكان المحليين في مدينة ماليبو فتعلمون ماذا يطرحون معي الوزير، يشتكون من هذه المصانع إلى آخره. جيد، سؤال وجيه. أنا شفتكم قبيل بداية التقرير نعادتوا عن ثم مصانع مقفلة. لا هيك متعلقة بالتصدير. ما هيك المصانع اللي نعادتوا قبيل هي المصانع الموجودة اليوم في بيكا فنتو. أنا ما هو المصنع ما نعرف. البعض منها مغلق. لا المصانع دي اللي موجودة اللي نعادتوا قبيل هاي المصانع الموجودة في بيكا فنتو دقيق السمك. ومقفولة. صحيح. مقفولة ما دوك نختاركم إياك بعد هذا بعد عيان ما أنا مباشر أنا هي مقفولة وأنت تقول عنها مظلة تقبل. لا أنا تكلمت الوزير في الوادي مع الوزير. لا خلونا نمشوا بطريقة نقدروا نتفاهموا بها كاملين ونفهموا المشاهد دور إن شاء الله وما ينمشوا من هنا فهم المشاهد. تمام. مصانع الدقيق السمك فعلا الهدف منها الأساسي. أنا عندما أقول السكان لا أتحدث عن بيكا فنتويت، أتحدث عن مدينة الوادي. أنا لا أختلف نعرج شوي على الصور اللي أعطاها المصانع. هذه الصور اللي قدمته في البداية واخترت فهم المواطن. هي واضح أنها لأنها مصانع أخرى. مصانع دقيق السمك فعلا أصلا الفكرة على أن يتم تثمين نفايا السمك. تمام. نفايا. نفايا. معناها اللي ما هو معمل من السمك واللي ما هو صالح للأكل البشري مخلفات الصيد بصفة عامة يتوجه مصانع دقيق السمك. وكأي تنمية صناعية لا بد تؤخذ من بعض من المراحل. مصانع دقيق السمك كانت عندها أهمية وأولوية وكانت هي اللي أصلا مكنت اللي قالوا الأسماك السطحية يتم تفريق على اليابس موريتاني. سابق مصانع الدقيق السمك الأسماك السطحية ما كانت تفرق موريتاني
كانت تمشي جنوبا وتنقبا وتمشي شمالا وتنقبا. وبالتالي من المهام والوسع الحكومة رخصت لهذه المصانع دقيق السمك 2010 2011 2012 من أجل توطين وصيد اللي ينقال الأسماك السطحية اللي ما كان يصطاد موريتانيا، وهذا أعطى نتيجته. ولازم أن هيدين دخلت في العادات، عاداتنا الصيد، أننا عندنا نستهدف الأسماك السطحية. من المهم أن شيئا فشيئا يتم إعادة تأهيل هذه المصانع اللي موجودة على الأرض الموريتانية، إعادة تأهيلها من أجل أنها شيئا فشيئا ترجع لهدفها الأساسي الأولي هو معالجة نفايا السمك، وهذا هو اللي وباقي في الاستراتيجية واللي تم تطبيقه وتنظيمه بالطريقة اللي عدلناها ليش؟ عدلناها حسب مع الوزير اليوم معترفين بأنها قضية النفايا اللي ديش يعني مشات عنها معنا اليوم عنها أساطيل. أنا ما يبتكن مشات عنها في البداية. تمام. هي بداية قامت ماشية. هي في البداية. يبدو أن حسب معلومات اللي عندنا عن تصطاد نوعيات ثمينة حتى نوعيات يتغذى عليها الأسماك لسردين. لا صنت قلت لها. هي في البداية. في البداية الهدف من. في البداية سبريدا حنز. في البداية. هاي المصانع الهدف منها ما هو انها تستعمل نفايات، احنا نعرفوا عنها تستعمل الاسماك السطحيه الطازجه الحكومه تعرفه في البدايه رخصت لها بها. يقال الهدف منها ان الموريتانيين تعود عندهم عاده الصيد الاسماك السطحيه اللي ما كان مصطاد احد. هاي الاسماك احنا ما كان داخلنا منها شيء، كانت تمشي شور الجنوب وكانت تمشي شور الشمال وتصطادها من الدخل. وعدلنا الاسماك هي وما صيدها معي الوزير نسموا الامور باسمها بطحينها اللي صيد معناها رواية لا يتقيس مصنع ولا يتعلب ولا يتساوي تطحنها صيدها بعد قاع هي طبعا هي غير يصيدها ياك تعود ياك تعود منتوج صيدي ياك تعود منتوج يستخدم في البيوت ياك مع رواية تنطحن. وثانيا في مقدير من التساؤلات على حتى العائدات من العائدات التجارية من القضية، ويقول لك عن طن واحد من الدقيق لا بد لك من 5 طوان من من من, صحيح. من السمك صحيح. والطوني طون السمك ينباع ب $800 بينما طوني من ينطحن دقيق اصبح $100 نحن نخسر $4,000 من الوزير ما كنتوا ما كان عندكم قاعد تخسروا سابق مهوم انت اللي مواطنك تفهم ويفهم المواطن عن الاسماك اللي يطحنوا اهل دقيق السمك واللي كانوا يطحنوا هي قاعد ما كان اصطاد احد كانت تؤخر على موريتان وتمشي جنوبا وتمشي شمالا وتقبلها من الدخل احنا ما كنا قابلين معنا عندنا ما خسرنا شيء لا زياده وكانت طريقه عند 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 الحكومة لأنها تشجع صيد هذا النوع من الأسماك اللي ما كان مستهدفه حد وطريقة أنها تخلق عقلية عند الموريتانيين اللي ما يرعوا فيه ما هو اللي ينقال الأخطبوط والله حوت القشبة. واليوم وقد شجعنا هذا النوع من الصيد وأصبحت الناس الصيد وشجعنا، هل هناك تفكير معي الوزير إعادة النظر شوي؟ أما يكتب تكلم في دقيقتين. تفضل. بيجي لي الوقت ما وياسر معي الوزير أنتم ما شاء الله. قطعكم تعرفوه. معناها إن أنتم ولا أعطوكم إسهام حتى. ما طال استراتيجية جديدة. تم عاملين أساسيين من أجل إعادة تأهيل هاي المصانع. واضح. هذا بأن ركات دخلت العادات وعادت الناس تعرف قيمة اللي قالوا البلاجيك معناها كان دورها تهذيبي في البداية نحن كان دورها تهذيبي واقتصادي تنسيون ما هو لا ما هو لا على كل حال في إطار الاستراتيجية تم قبضنا بعض من الإجراءات من أجل إعادة تأهيل هذه المصانع قبضناها فيما يخص اللي قالوا المدخل قلنا عن مصانع دقيق السمك أنها ما تلا عندها الحق تطحن أكثر من 10,000 طن للسنة من الأسماك اللي تامة ما هي نفايات ودي 10,000 طن لا يتم تنتقص على السنوات الأربعة الجايين 5% 15% ها هو أول إجراء. هذا معناته شنو؟ معناته عنا بطريقة غير مباشرة شجعنا هذا ملاك هذه المصانع اللي فاتوا عادوا يعرفوا قيمة انهم ذيك 15% والله اللي زايد عليك 10,000 انه لا بد عنده له مصانع من اجل معالجته وتثمينه يعود صالح للاكل البشري. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية هذا على مستوى ليزين. النقطة الثانية على مستوى ذلين قال له
آلية الإنتاج. قلنا عن آلية الإنتاج وهذا طبقناها فعلا من 2017 إن لازم عليها مهما كانت سعتها كبيرة ولا ما هي كبيرة إن خالق 20% 10% من جانفي إلى فيفري إلى الفاي إلى مارس و 15% من مارس إلى يونيو و 20% إلى جوية و 50% إلى وسم النفاعة تجيبها طازجة ومحفوظة بطريقة أنها تعود صالحة للأكل البشري ومحرم تماما توجيهها الفاري. هذه الإجراءات اللي قبضت الدولة إحنا جبرنا نتيجتهم لأن 2014 أنا من نفسي كوزير الصيد عندنا سعة تخزين تقريبا 20,000 طن وخلق ما شاء الله إنتاج معتبر اللي قال له الأخطبوط وفرض علي وبطلب من الاتحادية وبطلب كافة الباحين أن نقفلوا البحر بين اللي خفنا على الستوك اللي عندنا أنه يخسر به اللي الناس عادة يجيبنا الأخطبوط وينبع عميته به وقف تجاري لا صلة له بالله عدنا الوقف تجاري بحث. لماذا؟ عندنا سعتنا التخزينية لا تلحق مو 20,000. اليوم من خلال هذا من خلال أول إعادة تأهيل هذه المصانع ومن خلال عن عادة تمتياها إنتاج بطريقة مستديمة هذه الأسماك السطحية تم نمو معتبر في المصانع المتواجدة لهذه المعالجة اللي مشينا من 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 سعة 20 إلى تقريبا 40,000 طن. هم فعلا بدؤوا فيهم وحدات عدوا شي موضحين انتم شاهد عيانكم ما خال المصانع. على كل حال هم بدوا يعدلوا شي موضحين والمصانع مشيت عدد المصانع عندي هنا تياها النمو اللي خلقينه عندي هون مشينا عندي عنها من عدد من 102 مصنع إلى 135 مصنع اليوم تشتغل يغير عندنا واحدين مبارك معاهم 40 مبارك معاها ركاتيها تويش وهذا اللي يزيد السعة اليوم تحدثوا عن مصانع محاذية اللي هو اللي شاهدين أخبار في مصانع محاذية بعض منهم هم فات عدده وفي مصانع اليمنى كثرتهم هم ما اليوم يتحدث ثم تحدثت حالا عن إجراءات مصاحبة قلت بأن هاي الثروة اللي أصبح الإنسان الموريتاني يصطادها وذاك الدور التهذيبي عدلوا المصانع بالنسبة لكم لأنكم طلبتوا منهم كذلك عدلوا مصانع موازية الحديثي عن المصانع الموازية هذه ليست عن المصانع الموكا أنا ما أتكلم عن لا أريد أن أتكلم عن مصانع موكا قلت لك ما في مصانع موكا واضح مهم تحديده لا يعني. لا ما تتحدثون عن مصانع يختلط على المشاهد شيء ما لا مصانع هاي ما هي مصانع موكا هاي كامل مصانع تستهدف معالجة وتثمين المنتوج يعود صالح زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ويعود صالح للأكل البشري وتعود قيمته ما كيف تقيم قيمة فارغ معناه عن دليل قال له مصانع الدقيق السمك وقت كصيف به اللي هو المستثمر ما 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 هو زويقل عقل حتى الوساه ما كان لماذا ما كان في مياس من المصانع المعالجة السمك لأن المنتوج ما كان خالي واضح أنا ما يمشي عاد المصنع ونخليه خاوي يقير اليوم بما أنهم عادهم التفريق يخلي وطريقة مستديمة الثاني المستثمر هذا الحلو تخلق وخلق بطريقة مستديمة معناها عني عدتي لان عدلت شريكة المعالجته من اسم البشري لهي نجبر الحوت حتى ملي مول الباخر إلين يعود لا يجيب الحوت الصالح الزين ويبيعه لا يبيعه وعر تمام. وعر من الحوت الأخر معناها عنه ما عند لا بد أن التوازن الاقتصادي يخلق أن الصياد من نفسه يفهم انه لين يحافظ على جودة السمك انه لا يجبر حد يشري واللي عنده المصنع يفهم انه لا عد مصنعه يدور ملي يجبر الحوت الطازج واضح هذا هو التوازن واحنا مشينا به من المداخل الاثنين من مدخل للانتاجي ومن مدخل هوكات اللي حرمنا عليهم هما على انهم يستعملوا حوت كامل وحرمناها بطريقة تدريجية لعله ينقال انه قرار مولي
مفاجئ رغم انه من 2014 احنا ناكدوا عليه. اذا هم بدوا هم يتحدثون الان عن هاي المصانع طارحه العديد من الجانب البيئي مثلا لهذه المصانع قاضينه بعين الاعتبار البيئي. احنا ما 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 السكان المحليين عن 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 المكتب الوطني للتفتيش الصحي مراقب، وهو والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات مراقبي الوسط البيئي والبحري اللي متواجد في لابي كامل. ولافات ظهر لنا شيء عنده انعكاس ذاك يطلب انذار، والله يطلب قفيل الامور وفم متابعه، وتم تفتيش مؤخرا لهم وبعضهم انقفل وبعضهم اعطالوا انذارات من اجل ان يعود على المستوى ويعدل الاستثمارات اللازمه من اجل من تخفيض هذا. واضح. لكن العنصر الاخير قبل التحول الى الجانب الشق الاخير، لان بقى لنا فقط 25 دقيقة تقريبا، المستثمرين المستثمرين في القطاع. Le départ inopiné des étrangers sans mesure d'accompagnement a porté un préjudice bien entendu à la production halieutique de nos usines. En Canoë-Dibou, environ 40 à 50% de la production est en chute. Et il faudrait bien entendu que le gouvernement mauritanien prenne ses responsabilités, accompagne les opérateurs économiques de ce pays. Certains sont endettés auprès des banques. Donc nous demandons à ce que le gouvernement mauritanien voit avec les opérateurs, avec leur fédération, comment refaire une restructuration de cette dette ou l'annuler ou la prendre en charge. Et nous avons demandé à notre ministre l'annulation de la circulaire qui interdisait la pêche de la courbine pour que nous, industriels, nous puissions pêcher tranquillement ce poisson et alimenter les marchés mauritaniens. Il est un état mauritanien, il est un état mauritanien, il est un état mauritanien, il est un état القيمة المضافة على المنتج أين تلين طول السمك هنا قيمته الحقيقية اللي تعطيه الناس وتربح فيه أضعاف مضاعفة على السعر اللي نبيعه نحن به. بالنسبة لـ SMCP اللي هي الشركة المسؤولة عن تسويق السمك، أين تلين تعود تراعي اللي ينقالوا شركائها الحقيقيين اللي هم المصدرين اللي يشروا السمك بأسعارها هي اللي محددة أصلا، وفي النهاية تجي ديكات تحت السعر كان محدد، معناها انك انت خسرت في راس مالك اللي اشتريت به اصلا. يلا سمسبي ترى عنها شريك حقيقي، شريك حقيقي مع المنتجين به اللي بدونهم ما قد سوق شيء سوى شنو، ولا يقدم ولا يخلق انتاج. مؤسسه على اي حال من تعود تشغل 200 و300 رقاش. يلا لا عندنا هالدوله تعرف لها الشيء بينا، اللي ظاهر لنا قمنا بجزء كبير من مسؤولياتنا. ما يخص موكا، نختار السيد الوزير يقول لي السبب من موكا شنو هدف الدوله فيه. السيد الوزير، العاصمة الاقتصادية ما فيها ولا مصنع واحد يعدل سردين. كل رقاج يهدف اليوم المرتنة. سابق تمرتن لازم عليك المسلتين، واحدة سفينة موريتانية، واحد رجل أعمال موريتاني. يعود كل رقاج قد يمشي يعدل على نفرة ما كوكني ويجيبه هنا تياها ويكري سفينة ويجيبه هنا وتعدل له همه ويمشي، ما خالق مرتنة. مرتنة الصيد تقليدي لابدهم اللي هي من سفن، هذا التكوين اللي يعد ركاتياه في الأكاديمي اللي تقبلوا واحدين من البدية وفوتوا شهرين وهامكم كم يخرجون بحارة. عندك 40,000 هون صيد تقليدي، هذه 40,000 حاولت أورينتي منها 10,000 والله 5,000 والله 8,000 شور شو حد قشبة. مجموعة من القضايا البعض منها ناقشناها مع الوزير ولا راجعين عليه. أيوه لا خالتك ما تختار. فهم قضايا متعلقة مثلاً بقضية مرتنة القطاع ولا آخره، لأن سبقوا في تسويق الأسماك مثلاً. لأن سبقوا في شركة تسويق الأسماك مثلاً. فهم نقطة تكلم عنها دوياها عباس. نختار نقول ما نشاطوا الإنتاج ما نقص وشرطوا إلى ذلك في البداية. إذا ما نختار نرجعوا مع الوزير الوقت ما عندنا. فيما يخص التسويق. قال الاخ انا ما فهمته.
هو القرار الاخير اللي قالوا تمت فيه مراجعه الناس ما فهمتش. هذا ما هو تكلموا عنه، لكن هو تكلم عن اس ام سي بي اللي تحدد سعره عقبك تجي ديكاد وتقبض. اس ام سي بي ما تحدد السعر على المستوى الوطني. اس ام سي بي تحدد السعر على مستوى الصادرات، يقدر البيع بيننا احنا ما تحدد. معنى عنه يداشر وباع حكاتيها بعد. والله ما فهمت أنا السؤال فيما يخص المقرر الأخير اللي خلق فيما يخص SMCP. نحن في إطار تحديد استراتيجية اللي عدنا وفي تحضير هالإطار القانون الجديد، وهذا ينم عن التشاور. كان مطلب أساسي الذي قالوا المهنة بصفة عامة إعلان إنشافة إعادة صياغة وإعادة هيكلة SMCP. هذا كان مطروح وطلب للفاعلين. لماذا الطلب بهم؟ وعندهم فيه الحق يقولوا عن المام المقبول أنهم هم هذا منتوجهم، والمادة أخرى هي اللي تحدد سعره وهي اللي تبيعه، وهذا مقبول وإحنا ما عندنا فيه مال. وفتحنا معاهم مشاورات وعدلنا دراسة معمقة في خبراء وطنيين وطرحوا العديد من الاقتراحات. أولا ولين طرحوا الاقتراحات شاورنا معهم والأهداف حددناها. الهدف الأول أن المهم أن الدولة تتأكد من السعر المبيع به سعر حقيقي. النقطة الثانية المهم أن الدولة تتأكد ان العمله الصعبه اللي انباع بها تدخل في الوطن، وان الايتاوات اللي مرتقبه تدخل. ومهم اللي ان صاحب المنتوج انه هو يعود يحدد السعر. واضح، هاي المعالم الاساسيه لها التغيير الجديد اللي اطال الشركه الموريتانيه للتسويق، وهذا هو اللي وسع. اليوم تم اعاده هيكله، إعادة صياغة SMCP بحيث أن اليوم SMCP ما تلات هي المسؤولة عن تحديد السعر. واضح، السعر عاد يحدد المنتجين من نفسهم. وفعلا الإجراءات الأخرى تابعة SMCP، لأنها لابد أن SMCP تتأكد من ذوك الأهداف الأخرى أنها تم بلوغها. واضح، وهذا ختم بكافة التشاور مع الفاعلين والتوقيع. ونقول لك أنا من نفسي جمعت معهم ينعاد 2 مع الصباح، ولدي كريم من نفسه بخار كل مادة منه، كل مادة منه مشكرين له أساسا، كل مادة منه وناقشت عدم التزامها بواقع السوق أحيانا، ولن ما فهم قبال نقاش مولي معهم هم واللي الأخ اللي تحدث اللي هي رئيس SMCP. ما هو الغير هم طلبهم معدل اليوم عادوا هم اللي هم اللي حدوا السعر اليوم. ما هي SMCP؟ واضح. لا هنا هذا بالنسبه، اذا هذا بالنسبه خلق قضيه اخرى اللي دائما تنطرح في القطاع. هم مجموعه من الاسئله معي الوزير، البعض منها جاني عن طريق البريد الالكتروني، البعض منها على كل حال الحلقه في النقاش على وسائل التواصل على الفيسبوك مثلا. الامور كامل بايد الدرا اللي هي يقول لي. اذا هي عالم مفتوح ويجي القدر من الاسئله. احدهم مع الوزير بعث لي بعض من الاسئله على يخصوا الحلقه شوي لقضيه هاي الاسئله. البعض منهم بعث لي اسئله على الخاص السيستم دو كوتا هذا اللي قال عنه جيف بل اللي يراعي شيء ما ضغط على الثروه لفورد باش. قالوا على انه ظاهر لهم على انه ما اعطى النتائج اللي كانت مديوره منه، انه ربما عندكم له تقييم، ما بتبدو عندكم له تقييم ايجابي اللي هو السيستم دو كوتا هذا. هذا السؤال الاول. تفضل. بالنسبه للسؤال الاول، السيستم دو كوتا شنو هي اهميته؟ ظهر لي منان عنه يسال عن شنو الفرق بينه هو ذلك كان خالق، شنو الفرق اللي بينه والكان خالق، والله شنو اهميته بالنسبه للكان خالق. لا العباراته يتابليك يعني كران ديفيرونس انتر لي شيفر دي لا فالور دي برودوي اكسبورتي لي دوني ميروار كي سون فورني بار لي ستاتستيك دي بيي امبورتاتور كذا كذا. مجموعه من نركزوا اساسا على قضيه السيستم دو كوتا. معي الوزير السيستم دو كوتا
لا بد من التفهم. هو موريتان كانت تسير ثروته بحسب النمط اللي قالوا تسير بالمجهود. أنا عن حد لا تعطي حق الولوج للثروة، تعطي حق اقتناء باخرة ويسوى ذاك اللي يجيب ذيك الباخرة. هذا فيه عيقين أساسيين. أولا ما هو كل موريتاني عنده القدرة المالية إنه يشري باخرة، وهذا حاجز. النقطة الثانية هذا ما يمكن من تحكم في ذي اللي ينقال له الثروة واستقلالها بطريقة مستديمة. النقطة الثالثة وهي هي اللي من اللي كانت من 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 النقاط اللي دفعونا ان نختار هذا النمط، هي عندنا كان عندنا اسطول متهالك وكان لابد من تجديده، وتجديده وفي الظرفية اللي كانت خارجة عنده انعكاس سلبي ربما يؤدي الى انقراض ثروتنا الاستراتيجية. هاهم الدوافع الأساسية. اليوم بدل من يعود حق الولوج هو حق اقتناء باخرة وتستخرج ما شاءت، اليوم عاد حق الولوج هو حق استخراج كمية معينة من مصائد معينة بفترة زمنية معينة وحوزة جغرافية معينة حسب نوعية الصيد. هذا تقييم اليوم في سنة اللي عندنا من الله اللي نقول لك ان الانتاج زاد وان القيمة زادت وان الثروة ما نعطى منها ما هو ذا اللي فات وافقوا العلميين على انه قابل للاستخراج سنويا، والعلميين الموريتانيين واضح. مع الوزير احدهم يسال ما تفسير ان موريتانيا التي توجد اسماكها على موائد دول اخرى ليس فيها مصنع موريتاني واحد للسردين والتونه، ابسط انواع التصنيع. السردين الموريتاني يعلب على مصانع عائمه سفن ضخمه ويصدر منها، وهذه السفن لنا حديث مع الوزير حولها. انا لو كنت نقول لك احنا مالك تنقول لك حركات يعني السردين السردين ما كان قاعد حد مستهدفه موريتانيا. لماذا ما كان حد مستهدفه موريتانيا؟ هاي صدفة هكذا. أولا لأنها كميات معتبرة وتتطلب بواخر كبار وتتطلب على مستوى المعالجة ملي عمالة معتبرة، وهذا ما كان حد متوجه له. وهذا هو قلت لك أنه دفع الدولة لأنها تنشئ مصانع دقيق السمك باش الموريتاني يتوجه له. أنت من الرواية ما فتعد قاعد تصطادها، ما هاد قد تديرها في سردين، ما هاد قد تديرها بطل سردين. خلية قد خلق التجربة في المجال، قد خلق التجربة. وش خسر التجربة؟ أنا نختم معرض للصالحة لا يقول لك الخسرها خسرها لأن ما كان فيهم إنتاج متابع. لو كانت التجربة مثلا في الزمن تصلح، لو كانت التجربة اليوم في الزمن تصلح بإعادة إنتاج مستمر. يا غير التجربة اللي خلقت لك ساعة المكاين جاو زيني والمصنع زين ومزال قايم، يا غير وين هو المنتوج؟ هذه الإشكالية مطروحة. وشفت المشكلة اللي طرحت موريتان سي لي بروبليم دو لف دو لابول. اي الاول لاي سنتي من درا كان نبنوا المصانع ساو يخلق الانتاج، وهذه وجربت. من درا كان نجيبوا الانتاج اولا يفوتوا عدوا نشوفوا نعدوا نعدوا المصنع، اي لا يسبق الاخر. احنا شركنا الثنتين عدلنا مصانع دقيق السمع اللي نخلق المنتوج، عدلنا اعاده تاهيل هاي المصانع بذو الاجراءات الاثنين قلت لك. بعد يعتبروا عنا طحين سردين وتعدالها دقيقة انه ما مرتاحين لها. يسوى لا يتعلم، يسوى لا يتعلم الموريتاني الصيد ما يمكن عنه. ما نحن مرتاحين له، احنا ما نحن مرتاحين له، نختاره يعود ما شاء الله ان كامل اللي يجي ويعود. سيد الرئيس نحن معنا الوزير تفضل. احنا نختاره، احنا ما مرتاح لاحد. يا غير رواية فريضة واعطات نتيجتها، ما 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 يفو با تابي فور على اعطاءت نتيجة واضح. نتيجة على ان اليوم في الصيد بطريقة مستديم، نتيجة على المصانع ان زادت كميتهم وزادت قدرتنا احنا التخزينية اللي كانت 2014. قلت لك اني انا من نفسي قفلت البحر، عدلت توقيف تجاري اللي ما عندي الطريقة نخزن بها الاخطبوط اللي ما يلحق 30,000 طن 35,000 طن، اليوم لحقنا 40,000 طن. يا غير فعلا تخلق إعادة تأهيل، هو مبارك معها وفات أعطات نتائجها واضح. لين نتحدث عن الاتفاقيات، الاتفاقيات بصفة عامة اتفاقيات الصيد اليوم اللي مبرمة مع موريتاني أساسا اثنتين منهم متعلق بالاتحاد الأوروبي وكذلك
لنبدا مثلا مع هذه الشركه الموجوده هوندونغ الصينيه هذه، يتحدثون عن دوله داخل دوله، يتحدثون عن عدم احترام العقود خاصه المتعلق منها بشق العماله. هم تعهدوا بتشغيل 3000 عامل بينما اليوم قرابه الألف، تفكر شو لحقوا 1000. وفي مقدر من نقاط الاستفهام حول سير هذه الشركه. سبحان الله، انا كيف قلت لك قبيل عن الهدف الاستراتيجي انه هو مرتنه القطاع. مرتنه القطاع معناها عن كافه الكميات المستخرجه يتم توطينها ومعالجتها على الارض الموريتانيه. هوندونغ فيها مرتنه؟ هوندونغ شركه موريتانيه. شركه موريتانيه ما شاء الله. حاني شوي تابع لوزاره الصيد. تابع لوزاره الصيد وراس مال ويشتغل موريتان وعلى ارض موريتان وبتنا على موريتان. خلق روايه مهم من نختار نفهم، وهي القيره اللي عندنا عدوا عارفين. اعلن الدول كامله اللي قدت تمرق ما بعد الحرب العالميه الثانيه من الدمار ومن التخلف، الا الدول اللي قدت انها تستجلب راس مال خصوصي الاجنبي. احنا ما عندنا راس مال اللي يبني لنا المصانع، ولا عندنا راس مال اللي يجيب لنا البواخر. يقل راس مال جهون وبتنا على ارض الموريتانيه ونداره بالكربه، والله نداره بالزيره، وعاد يشتغلوا فيه الموريتانيين، وعاد يعدل معالجه الاسماك الموريتانيه وطنها. هذا موريتاني ما مخرص حد من لورا كان وراها صيني والله اوروبي والله. مهم النتيجه. شركة هوندونغ شركة فعلا كان من أول مستثمر أجنبي يجي لموريتانيا، ومهم لأن المستثمرين الموريتانيين توجهوا، المستثمرين الأجانب توجهوا لموريتانيا. وهذا كامل دخلي الآن بفضل مستثمرين أجانب، لا مصانع دقيق السمك ولا مصانع إعادة تأهيل ومضاكات إياها. إحنا ما عندنا رأس المال. يشكون من عدم احترام هالشكل المتعلق بالعمالة. بسرعة مع الوزير، هي العمالة تتناسب مع حجم النشاط. هوندونغ جات ومستثمرين ولا عندهم تجربة كبيرة في الصيد، واللي نقول لك نطمئن الموريتانيين اللي يقولوا كذا وإحنا مع هي ما نتجت لا 2014 ولا 2015 ما نتجت، ما يلحق 30,000 طن. واضح. وهذا ما عاد قلت لا بد من اسطولها يجي ويتكون خلاص. اذا الاستثمار فاشل، يتعود عليه اسمه. اذا الاستثمار ما كان موفق. الاستثمار موفق، احنا بعد بالنسبه لنا موفق. جبرنا ايزين موجود على الارض الموريتانيه، وجبرنا اسطول ومتبارك يتكون شيئا فشيئا لين هما تعود عندهم الخبره في الصيد يجبر. واضح. بالنسبه للاتفاقيات الاخرى بسرعه حول الاتفاقيات الاخرى، انا الاتحاد الاوروبي مثلا اتفاق، احنا نعتبره عن وضعيته وارك شنو هي تجديد والى اخره. احنا نعتبره عن 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 الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي بالنسبه للموريتانيا. واضح. ونعتبره كقائمين على اليسار وكحكومه موريتانيه، اذا من واجبنا المشاركه في الامن القذائي العالمي، وهو الوسائل نعد استراتيجيه مستديمه لهذا الصيد. والاتحاد الاوروبي له شراكه معنا معتبره قديمه، وهدفنا الاستراتيجي هو توطين للمنتوج. يقر ما دمنا ما فاتت عندنا القدره ان يعود عندنا بواخر وطنيه لتجيب، وعندنا موانئ وطنيه، وعندنا مصانع وطنيه، ذا اللي ما نقدر نستخرجه احنا فاتحين العلاقات الاجنبيه، ذا اللي ما لو سيربليس، ذا اللي ما نقدر احنا نستخرجه. واضح. خايفين يتقبوا من الدخله. وفي هذا الاطار هو اللي خالق الاتفاق الاتحاد الاوروبي، واحنا مرتاحين تسير ويسير بنمط جيد. واضح. شفت معك انا قلت شير عليه، شفت نهار هون في انترنت اعلن تم اعاده مراجعه قضيه الكميات المصطاده، تم اعاده مراجعته، وعادوا الاتحاد الاوروبي اعطاهم الاخطبوط. هذا اساسي لهم، والخيار ان الاخطبوط محصور
على 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 الموريتانيين خيار استراتيجي ولا رجعه فيه، وهذا لا ياسم التشويش لا اللي هما الشاهد عيان. اخيرا مع الوزير بالنسبه للرقابه على كل هذا، شنو مستواها اليوم؟ رقابه على تطبيق مرتمة القطاع، رقابه على عدم استنزاف الثروه، رقابه الى اخره. نتحدث عن التحويلات الاخيره التي شهدتها اليه الرقابه، هذا اللي قالوا خبر السواحل اليوم. في الحقيقه الزملاء اللي كانوا على عين المكان، وهون فرصه اشكر القائمين على هذا المرفق العمومي الهام، قدموا لهم ياسر من العون، ولكن شاهدوا مني كذلك، وسنشاهد لك بعد قليل بالصور، شاهدوا جاهزيه شيئا ما، حضور في بعض الاماكن الخاصه الى اخره. شنو تقييمكم لدور هذا المرفق العمومي اليوم في الاخير؟ نختار نقول عن موريتان من السبعينات الين فاقت وعرفت عن عندها ثروه سمكيه معتبره قبل قرارين استراتيجيين الاثنين. اولا على ان هاي الثروه لا تستقل بطريقه مستديمه، ولذلك تم انشاء السين الاوروبي اللي قال له لسانتر معهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصين. وقبل قرار ثاني لانه ما يقابل حد يجي وينهبها من المرقد، ونشأت المندوبيه مباشره على البحر. هذا توجه استراتيجي مهم، وبالتالي هاو المسائل الثنتين ولا هي ما قط الحكومه يكون قبل معيد اعتبار، وما قط يكون نماته، بحيث ان المركز البحوث اللي عقب ينشق على جزئين يعود فيه التفتيش الصحي وحده وتعود البحث وحده. في نفس الوقت تمت تطور اللي ينقال المدوبيه الين عادت اليوم سلك خاص ينقال بخبر السواحل. وتم فيه اكتتاب ما يناهز 300 فرد فيها، وتشتغل معاه البحريه وكافه لا البحريه الوطنيه لا القوات الجويه لا خفر السواحل، هذا كامل شبكه منظومه بعض متكامله من اجل اعلن الذي قال له الصيد الغير شرعي الغير قانوني ما يخلد منطقتنا الخالصه. واضح. مع الوزير لم يبقى لي لا تقريبا 3 دقائق، لو طلبت منكم مع الوزير انكم في دقيقه تجملوا لي تقريبا النقاط الهامه، قال في دقيقه واحده، مثلا ماذا تقولون لمن يشكون من مرتنة القطاع، ماذا تقولون لمن يشكون من استنزاف الثروه الى اخره، في دقيقه تقريبا بعجاله. مع دقيقه ليه نطمئن الموريتاني اعلن ثروتهم هاي ثروه معتبره، ونفايد عليهم تتنامى سنه بعد سنه، وندل على شيء دل عليها الصادرات اللي قلت لك انهم شاو ال 2012 هاي من توليت 173 مليار الى 2016 241 مليار وقيل من الكميات، وانها ثروه معتبره وانها مسيره بطريقه مستديمه، وان وان وان, وإن الهدف استراتيجي اللي حدد رئيس الجمهوريه اللي هم الاهداف استخراجها بطريقه مستديمه، دمجها في القطاع الاقتصاد الوطني وتقاسم الريع، ان هاي الاهداف الدور تبتلق شيئا فشيئا، وان المرتنه تدخل في اطار دمج هذا القطاع المهم في اقتصادنا الوطني. هي دقيقه فقط معي وان لا بدايه. شكرا جزيلا. وان وعد الصيد الشاطئي قريبا وعد الصيد الصناعي. تمام، شكرا جزيلا. تتابعون معنا بدون تعليق بعض الصور المتعلقة بالقطاع، هذه أعتقد أنها ورشة لصناعة السفن الشاطئية. هذا لا من ذا اللي كنا نقوله من المرتنة. تمام، هذا البواخر المصنعة اعتقد في هذه الورشه التي كنا نشاهدها قبل قليل. هذا مقر خفر السواحل هنا في انجاغو على ما اعتقد. هذا بعض السيارات التابعه لهذا الجهاز الذي يسهر على
تأمين الشواطئ الموريتانية وتطبيق مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالصيد في موريتانيا. هذا الكيلومتر 93 على ما أعتقد هي عملية تفتيش مباشرة. هذا في نواكشوط مقر العمل مركز العمليات أعتقد في نواكشوط. هذا دائما على الشاطئ في نواكشوط. هذا ينمي لكم عن مدى الأهمية العاطية للحكومة. استعراض لوحدة من خفر السواحل وتلك رادارات المراقبة لهذا الجهاز. هذه رقابة كذلك. التقينا بأفراد هذا القطاع وهذه على متن أعتقد سفينة أوكار. أوكار. وهي سفينة تساهم هي الأخرى. وهذه عملية مداهمة لإحدى سفن الصيد في الأعماق والتفتيش. وهذا على السطح. وهذه زوارق كنا نتحدث قبل قليل عن ما يتعلق ببطاقة التعريف. إذن هي هذه هذا بالنسبة أعتقد وهذه مراكز التكوين صور من بعيد. هذا أعتقد أنه مركز تكوين في نواديبو. سنشاهد بعد قليل لا شك الأكاديمية هذه الأكاديمية البحرية. هي إذن مجموعة من الصور لها صلة بهذا القطاع الهام قطاع الصيد الذي ناقشنا مختلف جوانبه الليلة مع معالي الوزير وزير الصيد والاقتصاد البحري سيد ناني والشروقة. نتوجه بالشكر الجزيل إلى كبار معاونيكم والشخصيات الهامة الفاعلة في القطاع التي حضرت الليلة. مرة أخرى نشكر أولئك الذين ساهموا معنا في تأطير وإنجاز هذه الحلقة. على كل حال جميع العاملين في القطاع ساهموا معنا. أخص بذكر فقط سوق الأسماك التي كانت التي تولت الجانب المتعلق بتأطير زملائنا في هذا. وكذلك خفر السواحل كما ذكرت قبل قليل كانوا لنا عونا كبيرا في إنجاز هذه الحلقة، خاصة أنهم دخلنا معهم في مناطق وعرة في أعالي البحار وعلى اليابسة. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم معالي الوزير. أعتذر إن كنا قد أسرفنا شيئا ما في ما يتعلم ما تسمونه بشاهد عيان. الوقت قصير على كل حال الوقت قصير والقطاع كبير متشعب تماما. شكرا جزيلا. مبنى كبير أن نكون قد أحطنا بمجمل القضايا أو على الأقل نسبة معتبرة من 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 الأمور المتعلقة بهذا القطاع الهام الحيوي الاقتصادي الفعال الذي طمأننا الليلة الوزير على معالي الوزير طمأننا على ديمومته واتجاهه نحو الأفضل إن شاء الله. بعد أسبوعين بحول الله استقبلوا على مائدتي في ميزان الشعب وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيدة ميمونة منتتقي. إلى ذلك من وقت هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج. السلام عليكم.